مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بحضراتكم في ملعب الأهلي. ملعب الأهلي النهاردة فيه مباراة مهمة جدا، أكيد حضراتكم بتستنوها زي ما احنا بنستناها بالظبط. الأهلي في طلائع الجيش بعد ساعتين بالظبط من دلوقتي، إن شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي. قلنا كل المباريات مباراة كؤوس، وأكيد محمد يوسف وجهازه الفني مبلغين اللعيبة بهذا الكلام. الأهلي في المركز العاشر حتى الآن، و طلائع الجيش في المركز الثامن. الاهلي ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يكسب في المركز الخامس بالتساوي مع المقاولون، مع المباريات المؤجله اللي ان شاء الله الاهلي يجتازها وان شاء الله يحصد منها الثلاث نقاط. قبل ما ندخل في تفاصيل هذا اللقاء، تعالوا بسرعه نطير لكريم احمد من فندق الاقامه عشان يطمنا على اخبار النادي الاهلي. كريم احمد الزميل العزيز، اهلا بيك. شكرا ليك يا كابتن ميدو، برحب بيك في البدايه وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. تحدي جديد وجوله جديده من مباريات الدوري العام، الاهلي وطلائع الجيش على استاد السلام في الساعه 7 مساء، احد المباريات المؤجله من اسبوع الرابع عشر. ان شاء الله باذن الله كالعاده كل توفيق للنادي الاهلي. تحديات كبيره وفتره هامه وصعبه جدا على فريق النادي الاهلي، لكن بناكد في كل رسائلنا وبناكد في كل لقاءاتنا على ثقتنا الكبيره في كل لعيبه النادي الاهلي. لابد يمكن بشكل كبير جدا شخصيه النادي الاهلي تعود من جديد، الإصرار والعزيمة وروح الفانيلا الحمراء كالعادة إن شاء الله تكون في كل لاعب يرتدي قميص النادي الأهلي، سواء في هذه المباراة أو في المباريات القادمة، لأن بأكد على هذه المرحلة الصعبة جدا اللي مليئة بالتحديات من إصابات وغيابات، ظروف محيطة كثيرة جدا حول فريق النادي الأهلي والجهاز الفني، لكن في شغل كبير بيبذل الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد يوسف بجانب الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، جلسات ومحاضرات مستمرة للاعبين، تجديد الدوافع بشكل كبير جدا خلال الفترة الماضية. إن شاء الله النهاردة النادي الأهلي يستمر في حصد النقاط للحفاظ على بطولة لقب الدوري العام. تم اختيار كالعادة يمكن 20 لاعب في قائمة النادي الأهلي الخاصة بمباراة الأهلي وطلائع الجيش، على رأسهم شريف إكرامي وعلي لطفي، سعد سمير، أحمد علاء، محمد هاني، أيمن أشرف، عمرو السلية، هشام محمد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، ناصر ماهر، أحمد حمودي، باسم علي، أحمد الشيخ، كريم ندبد، وأحمد حمدي، وأحمد ياسر ريان، إسلام محارب، محمد شريف، ومروان محسن. بجانب بعدد كبير بيغيب كالعاده عن فريق النادي الاهلي سواء من الاصابات او ايضا كمان لسه في لعيبه يمكن في فتره التاهيل او في المرحله النهائيه ان شاء الله من التاهيل يدخلوا سريعا للاجواء، يمكن بعض اللعيبه خلاص يمكن اسبوع او 10 ايام ان شاء الله يفصلون باذن الله خلال الفتره القادمه مع فريق النادي الاهلي. كل اللعيبه ان شاء الله تكون جاهزه، اللعيبه يمكن باذن الله تكون المؤهله تعود وما يبقاش في اصابات، ما يبقاش في غيابات، لان المرحله القادمه ان شاء الله كل اللعيبه محتاجين لها خلال المباريات القادمه. عندنا لسه كمان البطوله الافريقيه ستنطلق في اولى مبارياتها، فباذن الله ان شاء الله كل اللعيبه اللي مصابه، اللعيبه العائده من التاهيل باذن الله ان شاء الله تكون شفيت تماما باذن الله، لان مش مستحمله بلغه الكوره زي ما بناكد يا كابتن ميدو، ويكون في اصابات اكتر من كده. كل مباراه بنفقد لاعب واثنين، حسام عاشور يمكن فاقدين واحمد فتحي لسه ما رجعش، لكن لو بكلمك كمان على الغيابات النهارده للرؤيه الفنيه وايضا للاصابات، يمكن صبري الرحيل واكرم توفيق وميدو جابر وسليف كولبالي للرؤيه الفنيه الخاصه بالجهاز الفني، بجانب الاصابات على راسهم وليد ازارو، شناوي، حسام عاشور، احمد فتحي، صلاح محسن، علي معلول، ومحمد نجيب. لكن لو بخص وليد ازارو، طبعا يمكن نتذكر جميعا الايقاف الاخير من الاتحاد الافريقي اللي طال وليد يمكن ازارو بمباراتين، المباراه الاولى كانت في نهائي ابطال افريقيا في النسخه الماضيه الاهلي والترجي التونسي، وستكون اكيد بالتاكيد هي المباراه الاولى مباراه بطل اثيوبيا. طبعا يمكن مروان محسن واحد من نجوم منتخبنا الوطني والنادي الاهلي النهارده هيكون ليه دور كبير في التشكيل الاساسي لفريق النادي الاهلي، يمكن رؤيه فنيه مميزه جدا. وليد يمكن عنده بعض الاجهاد في العضله الخلفيه او في القدم بشكل عام، لكن اعتقد فكر مميز جدا من الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ للدفع بيه مروان محسن لاستغلاله في المباراه الاولى وهي مباراه البطوله الافريقيه. ان شاء الله تكون انطلاقه قويه، انطلاقه جيده، النادي الاهلي اكيد دوافع جديده مختلفه، روح واصرار وعزيمه كبيره جدا ان شاء الله في هذه النسخه الجديده اللي باذن الله ان شاء الله يستمر النادي الاهلي فيها ليصل الى المباراه النهائيه، ومنها ان شاء الله للحصول على هذه البطوله الغاليه جدا على جمهور النادي الاهلي. كالعاده طبعا كابتن ميدو متواجدين في فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، قريب جدا طبعا من استاد السلام اللي هيستقبل مباراه اليوم، فطار صباحا يمكن بعديها على طول مباشره في الساعه 2:30 بدا فريق النادي الاهلي محاضره فنيه اخيره في فندق الاقامه. يمكن في اللحظات اللي انا بكلمك فيها دي بالفعل فريق النادي الاهلي فيها المحاضره الفنيه اللي هيضع فيها الكابتن محمد يوسف والكابتن سيد عبد الحفيظ الامور الخاصه بالفنيات، التشكيل، كمان كان في محاضرات فيديو خلال الفتره الماضيه، وايضا كمان نقاط القوه والضعف لفريق
رائع الجيش، لديه مدير فني جديد بلجيكي، يمكن طبعا بيدي دوافع كبيره للاعبين. مباراه النادي الاهلي مختلفه بشكل كبير جدا عن كل المباريات، اي فريق بيقابل النادي الاهلي بتكون مباراه بطوله بالنسبه له، بغض النظر عن الترتيب، عن الامور، عن كل النقاط او اي حاجه طبعا تخص الفنيات، غيابات او غيره، لكن مباراه النادي الاهلي امام اي فريق بناكد انها بتكون مباراه بطوله. بنشوف لاعبين يمكن ما بتاديش بشكل كبير في الفرق المنافسه، مباراه الاهلي بنشوف اختلاف وروح وعزيمه كبيره جدا لفريق طلائع الجيش او فريق بتروجيت او اي الفرق اللي بيقابلها النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله النهارده يكون كابتن محمد يوسف موفق في اختيار التشكيل اللي هيخوض به هذه المباراه، لاعبتنا كمان النهارده باذن الله تكون موفقين في اكثر من عنصر بيدخل للقائمه الخاصه بفريق النادي الاهلي بجانب الغيابات، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا الكبيره في كل اللاعبين في الجهاز الفني تنعكس عليهم النهارده بشكل كبير بجانب جمهور النادي الاهلي. يا كابتن ميدو اللي بناكد عليه، حصلت ازمه بسيطه في المباراه الماضيه بعدم دخول جمهور النادي الاهلي، كنا بنطمع طبعا يكون في عدد كبير كالعاده، مباراه النادي الاهلي بيكون فيها 3000 مشجع لفريق النادي الاهلي و500 للفريق الضيف، النهارده هي مباراه النادي الاهلي بنتمنى 3000 مشجع بالفعل يكونوا متواجدين في مدرجات استاد السلام ليستقبل مباراه النادي الاهلي وطلائع الجيش. مستمرين معاك كالعاده كابتن ميدو مع كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، ونقل خاص على شاشه قناه النادي الاهلي وملعب الاهلي لكواليس مباراه الاهلي وطلائع الجيش. عوده ليك يا كابتن ميدو. شكرا جدا ليك يا كريم، يعني بيغطي طبعا كل حاجه على احسن وجه. كريم شكرا جدا ليك. كريم طبعا كلمنا عن كل اللي حدث في معسكر الاقامه، كلمنا عن وليد ازارو، وليد ازارو سمعنا ان هو عنده اجهاد وفضل الجهاز الطبي والجهاز الفني راحه ازارو النهارده، ان شاء الله يكون الموجود كلهم يقدروا. احنا عايزين ثلاث نقاط، احنا قلنا قبل كده المباريات مع اختلاف شكلها الفني وشكلها الاداري ايا كان شكلها ايه، لكن هي مباريات رجاله في الاول والاخر، والحمد لله ظهرنا بمظهر لائق جدا المباراه اللي فاتت، وان شاء الله نظهر بهذا المظهر هذه المباراه. تعالوا اقول لكم بسرعه اخبار النادي الاهلي. الكابتن سمير عدلي بيسبق بعثه الاهلي الى اثيوبيا قبل 24 ساعه من المباراه، مباراه العوده ان شاء الله تكون في احد يومي 21 و22. عارفين طبعا ان الكابتن سمير عدلي دايما مكوك، انا دايما بسميه مكوك بصراحه، ما شاء الله عليه بيقوم بكل حاجه قبل وصول الفريق لاي مكان هو بيروحه، تيكت بقى بيجهزه له، معسكر اقامه، الفندق، الاقامه، كل ما هو كبير وصغير بيجهزه الكابتن سمير عدلي على احسن ما يكون. ان شاء الله مباراه الذهاب تكون يوم الجمعه اللي جاي يوم 14 باذن الله، ومباراه العوده احد ايام 21 و22 من الشهر ذاته. ايضا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي بينسق مع السفاره المصريه في اثيوبيا هذه المباراه وكافه الامور المتعلقه بهذه المباراه ورحله الفريق المرتقبه الى اثيوبيا استعدادا لمواجهه جيما الاثيوبي احد يومي زي ما قلت لحضراتكم 21 و22. مشكله اثيوبيا بس ان هي عاليه قوي عن سطح البحر، عشان كده فعلا الاكسجين بيبقى قليل قوي، يعني انت لما تيجي تتنفس مش هتتنفس عادي. سافرنا قبل كده كذا مره في اثيوبيا، الموضوع صعب جدا انت تتنفس اكسجين يعني. فلكن طبعا لعيبه الاهلي تعودوا على مثل هذه السفريات وتعودوا على الجو الاثيوبي كمان، ان شاء الله يكونوا عند حسن ظننا. اول مباريات افريقيا كلنا خلاص بقى عايزين، خلاص ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله باذن الله ما تروحش من النادي الاهلي. ايضا محمد يوسف بيوضح دوافع الاهلي امام طلائع الجيش. محمد يوسف المدير الفني للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي قال ان التعديل اللي طرأ على الجهاز الفني لطلائع الجيش خلال هذه المباراه هيزيد من دوافع وحماس اللاعبين قبل مواجهه اليوم. احنا حظنا ان احنا بنقابل فرق جهازها الفني متغير، يعني قابلنا قبل كده المقاولين كان مع عماد النحاس كان ماشي كويس قوي، كان ماسك الفريق من حوالي اربع مباريات او ثلاث مباريات. بعد كده قابلت بتروجيت كان معاه مؤمن سليمان برضو جهاز فني جديد، الاجهزه الفنيه الجديده بتدي اللاعيبه دوافع كبيره جدا ان هو عايز يبقى يطلع كل حاجه عنده عشان يرضي مدير الفني بتاعه، فبتيجي طبعا في وشك انت كنادي اهلي، لكن انت متعود على مثل هذه المواجهات. ايضا الجونه حماده كابتن حماده صدقي برضو نفس الكلام، قابلته وهو مغير جهاز الفني لفريق الجونه. كابتن حماده صدقي كانت اول مباراه، واكيد طبعا اول مباراه للمدير الفني كمان قدام النادي الاهلي، عايز يثبت فيها ان هو كان محل اختيار صحيح من مجلس إدارة النادي اللي هو بيرشحه كمدير فني. حاجة طبعا مش هتأثر عليك قوي، لكن لازم نحطها في الحسبان ان انت بتقابل فريق بجهاز فني جديد عنده دوافع مختلفة، زي ما بيقول محمد يوسف ان طلائع الجيش عنده مدير فني جديد، اكيد برضه هيكون اول مباراة قدام النادي الاهلي عايز يثبت للجميع ان هو مدير فني كفء، لكن الاهلي متعود دايما وما بيبصش للحاجات دي قوي يعني. لكن محمد بيقول من ضمن الاسباب اللي هتزود صعوبة المباراة هو تواجد جهاز فني جديد لنادي طلائع الجيش، لكن قال دوافع الاهلي اقوى
زي ما احنا متعودين من أجل استمرار حصد النقاط في بطولة الدوري العام والاقتراب خطوة بخطوة نحو استعادة مكانة الفريق في جدول المسابقة. يوسف أوضح كمان للاعبين أنه يحترم جميع فرق الدوري بشكل عام وفريق الطلائع بشكل خاص قبل هذه المواجهة. محمد يوسف شدد أن الأهلي أمامه تحدي كبير من خلال المؤجلات ويسعى لحصد الثلاث نقاط في كل مباراة، زي ما اتكلمنا مع حضرتك قبل كده مباريات كؤوس وخلاص أكيد قال للعيبة أن احنا مش هنفرط في أي نقطة بعد كده من نقاط المباراة. مش كلام طبعا، أكيد بالتمرين وبالإصرار وبروح الأهلي اللي شفناها الماتشين اللي فاتوا. محمد يوسف كمان بيمنح اللاعبين الغائبين عن لقاء الطلائع راحة من المران. محمد يوسف المدير الفني منح اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش راحة من التدريبات اليوم على أن ينتظموا غدا في مران الفريق. خلاص ما فيش مجالات للراحة، خدوا راحة اللعيبة اللي هي بتبقى مستبعدة من المباريات واللعيبة المصابة بيبقى عليهم حمل تدريبي كبير قوي عشان يقدروا يعوضوا لياقة المباريات. فعشان كده محمد يوسف فضل ان هو يريحهم النهارده، ما طبعا مع اللعيبه المصابه. لما تسمع اللعيبه المصابه تتخض، لما اقراركم قائمه اللاعبين المصابين تتخض، تحس ان هي قائمه الافريقيه مثلا، لعيبه راح تلعب في كاس عالم للانديه، حاجه بصراحه تخض يعني. لكن الحمد لله موجودين يسدوا ان شاء الله. والاهلي يحدد موعد مشاركه معلول والشناوي في التدريبات الجماعيه، اثنين من المستشفى ان شاء الله يرجعوا بسرعه. الدكتور اشرف بيقول ان اللعيبه قدامهم اسبوع ان شاء الله يكونوا قبل كده كمان، مهم يرجعوا سلام جدا. نعرف سبب الاصابات اللي دايما بتكلم عليه، سبب الاصابات اهم من العلاج. ان شاء الله بيقول ان هو قدامهم اسبوع ويرجعوا في المران الجماعي مع الفريق. ماشي. والأهلي يرفض الراحة زي ما بتكلم مع حضراتكم، استعداد لمواجهة جيما الأثيوبي، مباراة بنقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه في البطولة الأفريقية يعني. والغريب جدا يا جماعة، الغريب جدا إن أنت بتلعب في البطولة الأفريقية كل سنة وبتوصل للنهائي بتاعها كل سنة، حتى لو ما بتاخدش النهائي، ساعات بتاخد النهائي وساعات يعني بيبقى في ظروف خارجية زي ما بنشوف كده. الغريب جدا أنت بتلاقي حد ما بتاخدش أفريقيا أساسا وبيتكلم عليك، حاجة غريبة جدا فعلا. بس ماشي، هو دايما البطل معرض يعني للكلام اللي هو اللي بنسمعه وبتشوفوه ده. الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي بيؤدي مرانو صباح غدا بدون راحه استعدادا لضربه البدايه زي ما قلت لحضراتكم في دوري ابطال افريقيا امام جيما الاثيوبي في المباراه التي ستقام ان شاء الله يوم الجمعه 14 ديسمبر الجاري في ذهاب دور ال 32. عفوا. مباراة الذهاب هتكون في مصر بإذن الله زي ما قلت لحضراتكم، ومباراة العودة في أثيوبيا أحد أيام 21 و22 اللي الكابتن سمير عدلي عايز يعرف يوم إيه بالظبط عشان يسافر زي ما قلت لحضراتكم قبلها ب 24 ساعة عشان يجهز كل ما هو متوقع في خلال هذه الرحلة الصعبة جدا. دي كانت أخبار النادي الأهلي، شاركونا زي ما متعودين مع حضراتكم، شاركونا بتشكيلة النادي الأهلي النهاردة، توقعوا التشكيلة وكمان اسالوا، قولوا اسئلتكم اللي ممكن نسالها لضيوف او نجوم الاستوديو التحليلي، كابتن احمد بلال النجم الكبير والكابتن اسامه حسني النجم الكبير، معاهم طبعا النجم الكبير جدا جدا كابتن ابراهيم عبد الصمد اللي هيشرفوني بعد قليل. اسالوهم لو حابين تشاركوا معانا في هذه الحلقه زي ما متعودين مع حضراتكم. ان شاء الله بعد المباراه برضو هنقول لكم كل الاسئله اللي ممكن تشاركونا فيها، عايزينكم تكونوا متفاعلين معانا على طول، نحس ان احنا كلنا كالعاده عيله واحده يعني. تعالوا طيب يلا سمير لو جاهز بالجرافيك والاعداد بتاعنا، محضر لنا الجرافيك ايه النهارده زي ما حضراتكم شايفين. مباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش الاسبوع الرابع عشر. حكام المباراه حكم ساحه محمد الحنفي، حكم مساعد سمير جمال، هشام دسوقي، حكم رابع محمد ابراهيم، حكم خامس محمود ناجي واحمد جمال، او حكام اضافيين. دي تاريخ مواجهات الاهلي وطلائع الجيش، لعب 23 مباراه، فوز ده طبعا احصائيه النادي الاهلي 18 مباراه، تعادل 5 مباريات وهزيمه الحمد لله ما فيش، الحمد لله رب. والاهداف له 48 هدف وعليه 11 هدف. اول واخر مباراه بين الاهلي وطلائع الجيش، اول مباراه بين الفريقين كانت 21 نوفمبر 2004 انتهت بهدف مقابل لا شيء للنادي الاهلي، واخر مباراه
كانت 16 يناير 2018 وانتهت بفوز الأهلي أيضا 2-0. أحرز أول هدف للأهلي محمد بركات النجم الكبير، وأحرز آخر هدف عمرو السلية. أحرز أول أهداف طلاع الجيش ممدوح عبد الحي، وأحرز آخر هدف عصام صلاح. دي هدافه الأهلي وطلائع الجيش في المباريات اللي اتلعبوا. عماد متعب الهداف الكبير 7 أهداف، النجم المعشوق لجميع الأهلاوية محمد أبو تريكة 6 أهداف، عبد الله السعيد 5 أهداف، محمد بركات 3 أهداف. من طلائع الجيش دودزي 2 وصلاح أمين 2، نجم المستقبل دلوقتي. أكبر فوز للأهلي على طلائع الجيش كان 4-0 مرتين، و4-2 مرة واحدة، و3-0 ثلاث مرات، و2-0 ثلاث مرات. قائمة الأهلي لمباراة اليوم زي ما قلنا كريم شريف إكرامي وعلي لطفي وسعد سمير وأيمن أشرف، أحمد علاء، محمد هاني، وندفد وباسم علي، وهشام محمد، عمرو السلية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، إسلام محارب، أحمد حمودي، وناصر ماهر، أحمد حمدي دخل القائمة، هو محمد شريف، مروان محسن، وأحمد ياسر ريان. أحمد حمدي كان دخل، متهيألي أحمد ياسر ريان دي أول مرة يدخل فيها، طبعا مدير فني الكابتن محمد يوسف. قائمة الهدافين موسم 2018-2019 لغاية هذه المباراة كان محمود علاء من نادي الزمالك 8 أهداف، وأحمد علي كامل من المقاولين العرب 7 أهداف، وشملس بيكلي من بتروجيت 7 أهداف، وحسام باولو الداخلية 7 أهداف. دايما بحييه حسام باولو على استمراريته في التهديف مع كبر سنه، بحييك حسام طبعا على هذه الاستمرارية. يوسف أوباما من الزمالك 7 أهداف، يوسف برضو بيظهر بمظهر كويس جدا، وكهربا أيضا 7 أهداف، جون أنتوي مصر المقصة الهداف الكبير 6 أهداف، ومحمد رجب من الإنتاج الحربي 6 أهداف، بيواصل برضو محمد رجب مسلسل إحرازه الأهداف، كان مع بتروجيت قبل كده وانتقل للإنتاج، وأيضا هداف الإنتاج 6 أهداف، إبراهيم أناضاي وادي دجلة 6 أهداف، وكينو من بيراميدز 6 أهداف. ده الترتيب العام قدام حضراتكم لغاية دلوقتي قبل ما النادي الأهلي يكمل مؤجلاته. نادي الزمالك في المركز الأول 35 نقطة، وبيراميدز في المركز الثاني 26 نقطة، باختلاف طبعا المباراة اللي اتلعبت مصر المقاصة 15 نقطة في المركز الستة في المركز 15 26 نقطة، آسف لعب 15 مباراة و26 نقطة، الإنتاج الحربي لعب 16 مباراة و23 نقطة، المقاولين العرب في المركز الخامس 20 نقطة، وسموحة في المركز السادس 20 نقطة، المركز السابع الاتحاد السكندري 19 نقطة، والمركز الثامن طلائع الجيش 18 نقطة. هتلاقوا تفاوت طبعا في مباريات اللعب، حرس الحدود في المركز التاسع 18 نقطة. الأهلي في المركز العاشر إلى الآن، إن شاء الله النهاردة يصعد للمركز، قلت لكم هيبقى ينط 3 مراكز، اعتقد هيبقى في المركز الثامن او الخامس، اسف الخامس، ان شاء الله خلاص قربنا، يعني قربنا يا جماعه 17 نقطه، والداخليه في المركز ال11 16 نقطه، المركز ال12 النادي المصري البورسعيدي في المركز ال12 16 نقطه، 13 النجوم 16 نقطه، 14 دجله 16 نقطه، 15 الجونه 16 نقطه. لو تلاحظوا دجله مع كل الكلام اللي بنتكلموا عليها وان هم فرقه بتادي كوره كويسه، لكن في المركز ال14 ب16 نقطه ولاعبين 16 مباراه، يعني مخلصين مبارياتهم. قلت لحضراتكم الجونه في المركز ال15 مهمه صاحبه للكابتن حماده صدقي، وبتروجيت في المركز ال16 15 نقطه، وامبي في المركز ال17 14 نقطه، غريبه جدا بتروجيت وامبي، والاسماعيلي في المركز ال18 برصيد 13 نقطه. دي كانت احصائيات اللي عملها لنا فريق الاعداد مع حضراتكم. طبعا احنا قلنا قبل كده، انا شخصيا قلت قبل كده، انا ما بامنش بالاحصائيات غير في مكان، لكن دلوقتي ممكن الاحصائيات تتغير خالص. عايزين ان شاء الله ان شاء الله ان الاهلي يحافظ على مكانته في هذه الاحصائيات. ان شاء الله مباراه صعبه، مش هنستسهل اي مباراه، ان شاء الله ان الاهلي يكون عند حسن ظننا وعند حسن ظن الجماهير الكبيره اللي بتتابع هذا اللقاء. كنا عملنا مسابقة الحلقة اللي فاتت على توقعه نتيجة مباراة ومين هيحرز هدف الفوز، وفاز معانا كريم حسين شحاتة اللي هنستقبله حالا بعد هذا الفصل.
بحضراتكم من جديد. يعني كنا عملنا مسابقة المباراة اللي فاتت وكريم حسين شحاتة، كريم حسين شحاتة توقع النتيجة الصح وتوقع كمان ان لا يحرز هدف الفوز كان وليد سليمان، لكن هو ما كانش وليد سليمان، بس احنا مشيناه عشان خاطركم. احنا توصلنا معاكم عن طريق الزميل احمد رشاد، كان في اثنين متسابقين كمان لكن للاسف ما ردوش. غنمتوني انا معاكم بصراحة، يعني لما نعمل مسابقة على التيشيرتات ما تردوش على التليفون، وكان في ناس كتير جدا مستنية ان هي تاخد التيشيرتات، لكن خلاص بقى التيشيرتات كده راحت عليكم. ان شاء الله في المرات الجايه ان شاء الله نعمل لكم مسابقات كمان ان شاء الله، وفي تيشيرتات موجوده. المهم ان كريم حسين شحاته خد التيشيرت اهو موقع من احمد الشيخ ووليد سليمان. يعني بنوعدكم وهنوفي بوعودنا معاكم على طول، عايزينكم تشاركونا دايما. ارحب الاول بكريم. كريم ازاي؟ الحمد لله كويس. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. خد التيشيرت بتاعك الاول بقى وريني الناس اهو. ده الشيخ وليد سليمان 11 واحمد الشيخ. احمد الشيخ يبقى ام بي ام، ده الناس تفهمها لو سمحت. ان شاء الله تحرز او تجيب هدف النهارده ان شاء الله، ان شاء الله وتبقى تم دي ام، ده كده الناس تشوفها شيء. توقعت الاهداف ازاي وتوقعت وليد سليمان ازاي ولا انتوا ايه بصراحه؟ لا لا قبل الماتش انا على فكره كل ماتش على كده، يعني لو حضرتك يعني كل ماتش واقع واشوف اول ربع ساعه ماتش اعرف كمان التغييرات مين اللي هينزل ومين اللي ممكن يحط الجون فعلا ممكن تكلمني وهتشوف. طب النهارده لا هو على الهوا قول لي النهارده ممكن مرام محسن ان شاء الله النهارده هو اللي هيجيب جون المكسب بس 1-0 يعني ان شاء الله ولا ممكن تبقى يعني مرام محسن يجيب جون بس محسن هيحط ان شاء الله. طب هيسك. انا بص انا بقى مني ليك هديه لو حصل كده. تمام لو حصل كده قلقانين على الاهلي؟ لا لا خالص بجد ان شاء الله نرجع اقوى من الاول كمان ان شاء الله. بس اصبر شويه يعني قبل كده حصل لنا قبل كده في 2001 ورجعنا يعني كل بطولات كانت في الفتره دي كلها وان شاء الله نرجع بقوه يعني ان شاء الله تمام نرجع بقوه ان شاء الله. الطريقه بتاعت النادي الاهلي انت طبعا انتوا بتتكلموا دلوقتي في فنيات وكل حاجه تمام، الطريقه بتاعت النادي الاهلي بتفرق في ايه مع اللعيبه؟ بتفرق في يعني لو بنلعب 4-3-2-1 او 4-2-3-1 لو بنلعب 4-3-3 شايف ان احنا هنلعب براسين حربه ونلعب براس حربه واحد؟ هو راسين حربه طبعا وكوره على الارض زي ما شفتوا مع كابتن احمد يوسف شريف عبد الله كابتن شريف عبد الله كان نفسي يكون النهارده موجود النهارده بس معلش احنا عندنا ازهر وعندنا صلاح محسن عندنا مستشفى زي ما انتم بتسموها على تمام وان شاء الله مع اول يناير كمان يعني علي معلول وصلاح جمعه هيرجع بقوه. احلى ماتش معلق في دماغك النادي الاهلي؟ لا كتير اجمل ماتش غير ابو تريكه يا استاذ ايه ماتش 4-3 في كاس مصر مع الزمالك كابتن اسامه حسني اول ما نزل ضيع هجمه كل الجمهور ما بس بعد كده بعد ما ضيع الهجمه ما انا حسيت لو هيقع في الملعب ما كنت الجري والمجهود اللي كان بيبذله ان شاء الله يعني 1-0 نورت وخليك كده او يعني خليكوا دايما متفاعلين معانا على الصفحه بتاعتنا وان شاء الله احاول اعمل لكم كل حاجه انتوا عايزينها ان شاء الله. يعني كريم كان في تيشيرتين تانيين زي ما قلت لحضراتكم لكن انتوا ما رضيتوش على التليفون، رشاد هتواصل معاكم بعد كل مباراه ان شاء الله لو هنعمل اي مسابقات بعد كده ان شاء الله تكونوا تنورونا زي ما كريم كده نورنا. وشاركونا دايما على صفحتنا على الفيسبوك. نطلع فاصل بقى عشان نستقبل ضيوفنا الكرام الكباتن الكبار جدا الكابتن ابراهيم عبد الصمد النجم الكبير معاه الكابتن احمد بلال واسامه حسني. استنونا بعد هذا الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين معاكم لتفصيل هذه المباراه الهامه جدا لاهلي وطلائع الجيش. ومعي الحديث عن هذه المباراه كباتن مصر وكباتن النادي الاهلي الكبار كابتن كبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد. منور الدنيا. اهلا بيك، منور بيك وبالكباتن الجمال اللي معانا. ربنا يخليك يا رب. ايضا النجوم الكبار كابتن احمد بلال، منور الدنيا هداف. ربنا يخليك يا ميدو. عامل ايه؟ الحمد لله ربنا يخليك. وهداف برده النهارده في ضرب نار النهارده. النجم الجميل الكابتن اسامه حسني، منور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن ميدو. طبعا سعيد ان انا موجود مع كابتن ابراهيم وكابتن بلال وتشكيله الاهلي هجوميه النهارده. هجوميه جدا. راسين حربه زي ما يعني مباراه مهمه يا كابتن، وكل الجماهير الاهلاويه خلاص واخدين المباراه دي ان هي مباراه كؤوس، عايزين ثلاث نقاط باي طريقه. قلت قبل كده ان هي مباراه رجاله اكثر من ان هي مباراه اجهزه فنيه. والله يعني انت اشرت في المقدمه بتاعه الماتش النقطتين مهمين جدا، يعني النادي الاهلي بيقابل الفرق كلها مغيره اجهزتها الفنيه. بالظبط. الدوافع بتبقى كبيره جدا، اولا لسببين، اولا انهم بيلعبوا النادي الاهلي، دي نمره واحد، ده دافع قوي جدا انهم يظهروا كل الامكانيات. بالظبط. الدافع الثاني انهم عايزين يثبتوا للجهاز الفني الجديد مدى قدراتهم مدى امكانياتهم عشان يبقى في ليهم موقع ثابت في الفريق في الفريق الاساسي يعني. فالدوافع بتبقى قويه جدا قدام الاهلي، وده يعني النادي الاهلي دايما بيقابل القصص دي. دافع النادي الاهلي ان زي ما انت قلت الماتشات كلها بقت كؤوس، ولازم طريقه للمقدمه طريق صعب جدا، ماتشات متلاحقه جدا، كل ثلاث ايام ماتش. يعني انا الحقيقه بهني الجهاز الفني محمد يوسف ومعاونيه والجهاز الاداري كان سيد عبد الحفيظ، حته تدوير اللعيبه الحقيقه مجموعه من اللعيبه ما كانتش ليها حظ في الاشتراك في الماتشات السابقه ايام المدرب السابق. دلوقتي الحقيقه بيشاركوا ورجلهم ابتدت تتقل في الملعب، يعني احمد الشيخ واحمد علاء وناصر ماهر وكريم ندفد بيقدموا مستوى الحقيقه اكثر من رائع في المباراه السابقه، بالذات الشوط الثاني بتاع الجونه. الحقيقه وليد سليمان نزل الشوط الثاني يعني دخل روح النادي الاهلي ودخل شخصيه النادي الاهلي وبعث روح قتاليه جوه الفرقه، يعني من احسن الاشواط اللي شفناها للنادي الاهلي منذ مده طويله، واتمنى انها ان شاء الله باذن الله تتكرر النهارده وفي الماتشات اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال برضه اديني كده فكره عامه عن هذه المباراه واهميتها وصعوبتها قبل ما ندخل في الامور الفنيه. بص، كل المباريات بالنسبه للنادي الاهلي فما قادمه تبقى مباريات كلها صعبه جدا، يعني انت عندك الفرق ما بينك وما بين المنافس ما زال موجود، المنافس بيكسب وانت بتكسب، فده برضو بيصعب الامور عليك نفسيا شويه، بيضغطك بشكل كبير جدا. ما عليك ان انت كل مباراه بتاخدها هي مباراه كاس بالنسبه لك، لان انت مطالب انت تكسب، مطالب ان انت كمان مش تكسب وبس، مطالب ان انت اداك يبقى جيد عشان خاطر يديك الثقه للمباريات اللي بعد كده. انت عارف لما بتكسب باداء مهزوز شويه او باداء مش مرضي بالنسبه لك كفريق او كمدير فني، الموضوع بيبقى نفسيا عليك عليه عائق شويه، خاصه ان انت عندك مؤجلات كثيره جدا. النادي الاهلي عشان عنده مؤجلات كثيره جدا فحته الضغط عليه زياده شويه. فالنهارده مباراه من المباريات الكبيره بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي، بتلعب فرقه مسجله 22 هدف، ثاني اقوى خط هجوم في الدوري بعد نادي الزمالك، عليها 19 هدف برضه، ورقم برضه مش قليل. ده معناه ان هو بيدخل فيه برضه اهداف كثيره جدا زي ما هم بيسجلوا اهداف. فالنهارده انت بتلعب فرقه هجوميا فريق جيد، ولكن برضه دفاعيا فريق تقدر تسجل فيه اهداف، فمش هيبقى في مشكله عندك في الناحيه الهجوميه، لكن ممكن يكون في مشكله عندك في الناحيه الدفاعيه. خد بالك ممكن الجيم النهارده ما يبقاش مفتوح، من طبيعه طريقه الجيش ان هو بيلعب جيم يعني مقفول شويه وبيعتمد على الكرات المرتده السريعه وبيعتمد على السبيد اتاك. النادي الاهلي النهارده المباراه بقول لك نفسيا انت كسبت المباراه اللي فاتت، ربنا يوفق النادي الاهلي، عايز تكسب النهارده، لان يعني بلغه الكوره احنا مش بنقول المكسب بيجيب مكسب، لا احنا بنقول المكسب بيدي ثقه عشان تكسب المباراه اللي بعديها. هي الثقه اللي بتتحول بتيجي للعيبه من خلال المكسب اللي بتكسبه. فنتمنى ان شاء الله النهارده مباراه بالنسبه للنادي الاهلي تكون بعيده عن الضغوطات النفسيه، لان كل مباراه بتلعبها كل مباراه بتكسبها بتدي ثقه ازيد للعيبه. تمام. كابتن اسامه، دي المباراه الثالثه في شهر 12، احنا اتفقنا من اول يوم في شهر 12 عندك مباريات مهمة جدا ما ينفعش تفقد فيها نقاط. ربنا وفق في مباراة بتروجيت، كان الأداء يعني قليل شوية لكن كان المهم المكسب وتاخد الثلاث نقاط. المباراة اللي فاتت أمام الجونة ما شاء الله أداء مع نتيجة، وحتى والنادي الأهلي خسران إحنا قاعدين متأكدين النادي الأهلي هيرجع وهيرجع في أي وقت. بالظبط. إن كان الأداء ما شاء الله اللعيبة كلها فايقة، الروح اللي بيتميز بها النادي الأهلي كانت موجودة. النهارده المباراة الثالثة طلائع الجيش. انت فتره زي ما قلت يا كابتن ميدو مهم الثلاث نقاط، مش مهم الاداء، الاداء هيجي ان شاء الله، لكن تركيز الاول وتفكير الاول لما اخلص شهر 12 ان انا اقدر افضل في المنافسه، لازم الثلاث نقاط،
لما ان شاء الله يجي شهر واحد تبدا بقى التدعيمات اللي بتدخل النادي الاهلي خلال الفتره دي تبقى موجوده معاك بشكل اضافي وتضيف للنادي الاهلي زي محمد محمود زي محمود وحيد ولاعيبه كويسه ان شاء الله تقدر يعني تشيل خلال الفتره الجايه. وكلنا ثقه في اللعيبه اللي موجوده لعيبه يعني انت لو دورت كده وقعدت تفتش في كل لعيبه مصر هتلاقي اللعيبه بتاعت النادي الاهلي لعيبه مميزه، لكن في وقت من الاوقات ممكن تلاقي عنصر بعد شويه في لعيب اساسي فحسيت ان المباريات مش موجوده، لكن لما بتلاقي احمد الشيخ بيرجع وبياخد فورمه الماتشات تاني بتلاقي احمد الشيخ ما شاء الله بيظهر وبيتالق. عندك ناصر ماهر بدا النهارده يعني يضيف بدا يشتغل كويس مباراه بتروجيت مباراه الجونه بالزبط. وليد سليمان ما شاء الله لما بينزل بيعمل لك الفرق، لكن تظل برضو النقطه اللي احنا اتكلمنا فيها حته الاصابات مستشفى الاهلي. يعني المباراه اللي فاتت قلنا من ضمن المكاسب ان ما كانش عندك اصابات واللعيبه كلها خرجت سليمه، اتضح بعد المباراه ان عندك وليد ازارو عنده اجهاد في الخلفيه فبفضل الجهاز الفني انه يريحه، فهي دي النقطه المقلقه. طبعا اللي يتحمل الموضوع ده وكم الاصابات الكبير داخل النادي الاهلي بدايه الموسم اللحظه دي هو مدرب الاحمال الاندمام. النهارده احنا ما بنتكلمش في النص الثاني او في الربع الاخير من الموسم اللي يظهر فيه الاجهاد ويظهر فيه الاحمال العاليه على اللعيبه، ده انت لسه بنتكلم في الجزء الاولاني، فاكيد ده شغل معد بدني. ازاي النهارده كان عندك شهرين راحه بعد كاس العالم او اثناء فتره كاس العالم، اللعيبه كانت موجوده مع الجهاز الفني كانت ممكن تقدر تعد اللعيبه بشكل كويس عشان يقدر يستحمل موسم طويل. فالنهارده تلاقي وليد ازارو ما كانش في المنتخب، وليد ازارو النهارده بيجي له جهاد في الخلفيه، وليد سليمان ما كانش موجود تلاقيه بيطلع ويدخل، حسام عاشور، صلاح محسن، فانت النهارده لا ده علامه استفهام على الراجل الاندمان اللي هو حط النادي الاهلي دلوقتي في المأزق. احنا لو اتكلمنا عن مستشفى الاهلي ممكن تحط تشكيله ثانيه غير التشكيله اللي هنتكلم فيها النهارده، قايمه يعني قايمه لو اتكلمت هتلاقي محمد الشناوي، هتلاقي علي معلول، هتلاقي محمد نجيب، هتلاقي احمد فتحي، صلاح احمد محسن. فتحي يعني لحن الموسمين مع بعض، عندك صلاح محسن، عندك محمد هاني، محمد هاني لا ده أجاييه، يعني ده احنا ممكن نقول تشكيله بس محمد نجيب بالك في 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 اصابات بتبقى زي أجاييه، لا ده وارد ده حاجه مثلا في الركبه في الكلام ده كله، بس انا بتكلم عن الاصابات العضليه، الاصابات العضليه في نقطه مهمه برضو المدير الفني برضو مسؤول مع الاندمان عن انا بحييه عن الحته دي، يعني خد بالك لازم يكون لو انا مدير فني سبت الراجل يشتغل لوحده لاندمان يبقى انا برضو راجل مختلف. لا بس خلي بالك يا جدال دلوقتي في الكوره، طب ما خلاص لو هو النهارده انا كمدير فني هتدخل في شغل الراجل بتاع الاحمال بيبقى يحصل التنسيق ان انا عارف الوحده النهارده التدريبيه بتاعتي ايه، بحط اساسها على الشغل المعد البدني بالظبط. ما انا خلاص ده اللي بقلبي كلمه لو هو بالزبط. لو انا هتدخل في شغله يبقى انا اقوم بالشغل كاملا وامشي المعد البدني. مش تدخل يا اسامه، هو بلال قصده ان هو المفروض المدير الفني يبقى عارف تقنين الاحمال بالزبط. البدنيه للفريق بتاعه وبناء عليه هو بيحط ما بيشتغلوش في ملعبين بالظبط، مش ملعبين مش تقنين ده، هو من الواضح ان ما تحطش الاساس الصح عشان تشوف كم الاصابات دي. صلاح محسن، صلاح محسن كان مريح بقاله فتره انه يدخل الموسم، النهارده يحصل له اصابه في خمس دقائق في اول مباراه. وبعدين اصابات ايه يا اسامه؟ ده اصابات اصابات عضليه، كلها اصابات عضليه، أيوة كلها عضليه، كلها اصابات عضليه طبعا، معظم في عضله الضمه، معظم في العضله الخلفيه، فلا يبقى في هنا علامه استفهام. لكن النهارده عن مباراه النهارده طلع الجيش، طبعا مباراه مهمه يعني ما فيش حل غير الثلاث نقاط ان شاء الله، وده الهدف الاولاني، الاداء بيجي في المرحله الثانيه، لكن التفكير ان شاء الله يبقى في الثلاث نقاط في الاول. اكيد. طيب قبل ما نطلع نشوف تقرير عن هذه المباراه، تعالوا جمهورنا اللي بيشاركنا في تشكيله المباراه. عاطف ناصر بيقول شريف اكرامي، محمد هاني، وسعد سمير، واحمد علاء، وايمن اشرف، والسليه، وهشام محمد، وليد سليمان، ومؤمن زكريا، وناصر ماهر، ومروان محسن. ده كان عاطف ناصر. في كيمو جمال بيقول شريف اكرامي، محمد هاني، سعد سمير، احمد علاء، ايمن اشرف، كله متفق على التشكيله، بس فين يا جماعه ندفد؟ ابراهيم بيقول يعني ابراهيم مش هقول بالظبط تايل ايه، اكرامي، سعد سمير، احمد علاء، ايمن اشرف، هاني، السوليه، هشام محمد، وليد سليمان، ناصر ماهر، ومحارب، ومفيش غير مروان محسن. شهاب الدين، لا يا شباب لازم تشارك، نشارك لان كل الصوت بتسمع، خلي بالك الصوت بتسمع. تعالوا نشوف تقرير عن هذه المباراه ونرجع نستكمل مع ضيوف الكرام رايهم الفني والتحليلي في هذه المباراه الهامه جدا.
اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اقول لكم قائمه النادي الاهلي مره ثانيه افكركم بيها عشان نسال الكابتن الكبير الكابتن ابراهيم عبد الصمد في تشكيله متوقعه لهذا اللقاء. شريف اكرامي وعلي لطفي وسعد سمير وايمن اشرف واحمد علاء محمد هاني وكريم ندفد وباسم علي ومعاهم هشام محمد وعمرو السوليه وليد سليمان ومؤمن زكريا واحمد الشيخ واسلام محارب واحمد حمودي وناصر ماهر واحمد حمدي ومحمد شريف مروان محسن واحمد ياسر ريان قدام حضراتكم على الشاشه. برضو اسماء كبيره كابتن ابراهيم واسماء كلها تقيله كل اللي بيجي نادي بصراحه بيبقى لعيب تقيل زي ما احنا الكلمه اللي بنقولها دايما اتكلم عليها الاهلي بمن حضر بالظبط. هي بس ليا نقطه صغيره بس التعليق على الناس اللي ما كانوش بيشاركوا وبيشاركوا دلوقتي. الناس بتحكم عليهم بصوره سريعه جدا. اللعب في النادي الاهلي ده مش سهل. يعني كون ان انت تلعب في اكبر نادي في الوطن العربي في افريقيا العمليه مش سهله. ففي لعيبه بتبقى مهزوزه في الاول بياخدوا وقت عبال ما ياخدوا على على زمايلهم وعلى الجمهور وعلى الاعلام بياخدوا وقت شويه. بس انا ارد عليك بالنيابه عنهم لازم نبقى صابرين شويه يعني. انا ارد عليك بالنيابه عن الجمهور. الجمهور مش شايف الكواليس. يعني مش شايف الكواليس اللي بتحصل. الجمهور بيشوف الصوره اللي بيطلعها المخرج في الاخر. المخرج اللي هو المدير الفني اللي هو الجهاز الطبي والجهاز البدني اللي هو المخرجين والناس دول. الجمهور عايز يشوف صوره بس. هو بيشوف صوره قدام يعني فهو ملوش علاقه بالكلام ده. يعني طبعا الكلام ده طبعا مهم جدا. لكن الجمهور انا واحد جمهور انا عايز اشوف النادي الاهلي زي ما انا متعود عليه. حاجه بدنيه شامله حاجه فنيه شامله. والدليل اللي انا بقوله ان مثلا ناصر ماهر كريم ندفد احمد علاء ابتدوا العمليه ابتدوا ياخدوا ابتدت الصوره تتغير جامد. يعني بعد ما كنا بنقول لا ده قليلين لا ده ابتدى مستواهم يتقدم جدا ابتدوا يقدموا صوره جيده جدا للمستوى ابتدوا يشاركوا في مكاسب النادي الاهلي. يعني الشوط الثاني دلوقتي كريم ندفد بقى له ماتشين بيلعب بيأدي اداء غير طبيعي. ما شاء الله عليه. يا ربنا يكرمه يا رب. يعني في الماتش بتاع النهارده ان شاء الله النصر ماهر ما شاء الله مزيد من الثقه هيبقى من احسن الناس اللي في وسط الملعب. احمد علاء بيتقدم مستواه من مره لمره. احمد الشيخ هداف بالفطره. يعني ازاي ده ما كانش بيشارك برده في الفترات السابقه. يعني لازم يبقى رجله تبقى موجوده في الملعب كل مباراه لانه بالحقيقه بيقدم مستوى جيد جدا سواء في احراز الاهداف او معاونه زملائه في احراز الاهداف. فبالتالي كل ما اللعيبه اللي ما بيشاركوش لازم يظهروا امكانياتهم للكابتن محمد يوسف والجهاز الفني عشان برضه يبقى يشاركوا بصفه اساسيه بعد كده ويبقى لان احنا النادي الاهلي بيشارك في اكثر من مسابقه. عنده بطوله الدوري وداخل على بطوله افريقيا وعنده الكاس. يعني بطولات كتيره. فلو ما حصلش موضوع التدوير هتبقى الامور صعبه جدا عليه في الفتره القادمه. كل ما الناس دي بتشارك وبتثبت اقدامها بيدوا فرصه للمدير الفني ان هو يحط التشكيل المناسب في كل مباراه. تمام. كابتن بلال برضو في نفس السياق برضو التشكيله المتاحه قدام محمد يوسف انا شايف ان في لعيبه ما شاء الله كتير. شايف ان كمان في كم المركز فيه اثنين لعيبه او ثلاث لعيبه كمان عنده اختيارات كبيره جدا. النادي الاهلي دايما طول عمره بيفرض تشكيل على الفرقه اللي بيلعبها. يعني النادي الاهلي مش هيشوف طلائع الجيش عنده نقاط قوه نقاط ضعف ايه واحط تشكيل. لا هو بيحط التشكيل بتاعه وطلائع الجيش بيبدا يتعامل مع نقاط قوه وضعف النادي الاهلي. شايف محمد يوسف النهارده العناصر اللي ممكن يستخدمها استخدام فعلي في هذه المباراه؟ بس الفكره دي ممكن تكون يعني انا معاك فيها بس لا انا بقى انا كمدير فني النهارده ببص على ممكن ابص على نقاط الضعف عند الفرق اللي قدامي عشان اقدر العب عليها بشكل كويس. لا انا يعني انا كاهلي انا بتكلم كاهلي. لا انا بقى انا معاك انت واخد بالك. انا ببص مثلا نقاط الضعف موجوده فين عند عند طلائع الجيش وابتدي اشتغل عليها. يعني ممكن يكون عندي مثلا الباك ليفت بطيء شويه فبدل ما العب بدل ما احط احمد الشيخ الناحيه دي لا احط وليد سليمان الناحيه الثانيه يبقى عندي فرق السرعات فرق المهاره الفرديه طبعًا. دي بتختلف من مدير فني للتاني. في واحد بيقول لك انا بلعب بالستاندرد بتاعي بلعب باللعيبه اللي بتلعب وفي مدير فني لا عايز بيشغل داخل الملعب بيفكر داخل الملعب. لا انا اقدر استغل الحته دي باني شكل استغل الحته الثانيه باني شكل. هل في قصور في ناحيه الشمال هل في قصور في ناحيه اليمين هل في قصور في العمق. فالنهارده هنركز بشكل كبير جدا ان احنا نلعب من عمق الملعب ونبتدي يبقى في مهام كبيره جدا لناصر ماهر من عمق الملعب النور دي يزيد من عمق الملعب ويكمل كفيرو الثاني هو السوليه مثلا ويديهم مهام هجوميه مختلفه شويه من عمق الملعب. فكل مدير فني بيشتغل على حسب خد بالك على حسب نقاط الضعف اللي موجوده ناحيه او على حسب العناصر بتاعته لا ده لو عنده العناصر طبعا اكيد فهو هيبدا بيه على ده طبيعي. انت بتشتغل على العناصر بتاعتك رقم واحد بالظبط. انا النهارده عندي مين جاهز عندي مين فايق
والنهارده برضو دي حاله من الحاله الفنيه والجاهزيه اللي موجوده عند اللعيبه بتاعته. مين الجاهز بالنسبه لي؟ مين حالته الفنيه عاليه؟ مين كمان حالته النفسيه تؤهله؟ انت ساعات في الملعب تبقى عندك 2 3 لعيبه، في واحد بيبقى انت بتدي له رقم واحد نشوط بنالتي، وبعدين ده الحاله النفسيه بتاعته لا تسمح يعني داخل الملعب، فبتغير بتخلي واحد تاني يشوط بطوله، ده ممكن لو شوط ركله الجزاء يضيع المود بتاعه وحش النهارده. فعشان كده فعشان كده النهارده المدير الفني بالنسبه للنادي الاهلي لما يمتلك حجم لعيبه وقيمه كبيره جدا من اللعيبه اللي موجوده لا بيقدر يشكل زي ما هو عايز، ولكن بيلعب على نقاط الضعف الموجوده عند التيم الثاني. نقاط الضعف قد تتمثل في جبهه يمين او شمال، قد تتمثل في لعيب بعينه داخل الملعب، قد تتمثل في ان في مدير فني يشوف ان مثلا الباك ليفت ده كابتن ده متهور شويه فيقول لك روح عليه واحد ضد واحد. دي برده من ضمن التعليمات اللي بيحطها المدير الفني في بدايه اللقاء او بيديها للعيبه بتاعته ان هي تشتغل عليها، او ضمن الحلول الموجود. دي رقم واحد. رقم اثنين، احيانا بتبقى في فرق زي طلائع الجيش كده عندها العناصر اللي قدام سريعه شويه، فبالتالي ممكن المدير الفني ان هو في الحته اللي زي كده بيبقى فيه التعليمات انك انت تبقى قريب من المرمى بتاعك شويه، او تلعب يعني اللعيبه بتاعتك تلعب في 45 متر، ما يبقاش في مساحات ما بين اللعيبه وبعضها، وما تديش مساحه وما بتديش توقيت للعيبه طلائع الجيش مثلا هم يلعبوا على الكاونتر اتاك، لان خد بالك انت عندك اثنين فراوده دايما، لما اثنين سنتر باكس بيلعبوا على فرد واحد فدايما بتدي تعليماتك ان في واحد بيمسك والتاني بيعمل عمليه التغطيه. بالزبط. يعني ما تلعبش على لاين واحد وانت عندك سرعات والفريق الخصم عنده سرعات. بالزبط. فدي برده من ضمن الحاجات اللي بيشتغل عليها المدير الفني، كان قد ضعف او كان قد قوه. ولكن النادي الاهلي النهارده في التشكيله اللي موجوده اللي لعبت المباراه اللي فاتت تشكيله متزنه، فيها لعيبه عندها مهارات عاليه، في لعيبه عندها حلول داخل الملعب، في لعيبه عندها قدرات، في لعيبه بتعرف تشوط، بتعرف تعمل الثروباس. كنت شفت المباراه اللي فاتت ناصر ماهر كنت شايفه عنده تحرر شويه، بيروح ناحيه اليمين بيروح ناحيه الشمال، هو ناقص بس حته الفنش. ازاي يفنش بقى؟ ودي من الخبرات يعني، دي هياخدها برده ناصر ماهر من الخبرات، ازاي يفنش، ازاي باصي من لمسه واحده، ازاي باصي من لمسه ولعبه، ازاي امتى احتفظ بالكوره، امتى ازود بالكوره، امتى بالظبط، امتى باصي من لمسه واحده. فدي حاجات هياخدها من الخبرات وهياخدها من التعليم، التعليمات بتاعت كابتن محمد يوسف. اكيد كل مباراه هيديله تعليمات ازيد. النهارده مثلا دورك هتروح ناحيه مين شويه، هتثبت شويه، هتلعب من العمق شويه، لا ممكن تتطرف شويه، لان خد بالك الثلاثه اللي موجودين قدام سواء اذا كان لعب احمد الشيخ ووليد سليمان النهارده وناصر ماهر، الثلاثه لازم يبقى فيه تحرر شويه، ما ينفعش يبقى فيه ثبات. في بعض الاوقات ممكن يبقى فيه ثبات، ولكن طول الجيم ما هو شغال لازم يبقى فيه تحرر عشان ما تقدرش فرق الخصم او الخصم ما يقدرش يمسكك بسرعه، ما يقدرش يعمل عليك حته الرقابه، لان لو اتلعب عليك حته الرقابه وانت بتلعب على لاين واحد اسهل حاجه بالنسبه للمدافعين انك تحط له واحد على واحد على الخط، اسهل حاجه. تمام. هيعمل التغطيه بشكل كويس جدا وهيعمل الرقابه بشكل كويس قوي. تمام. خاصه ان انت بتلعب مع فرقه بتجيد عمليه الدفاع. تمام. بتلعب في نص ملعب بشكل كويس قوي وبتنطلق بسرعه للهجمات المرتده. هايل. تمام. كابتن اسامه، يعني على مدار العصور هل ممكن لمدير فني للنادي الاهلي بحجم اللعيبه اللي معاه، مش هقول يعلق شماعه الاخطاء او شماعه هزام او شماعه تعادلات، بس يعني بيقول ان سبب من الاسباب عدم وجود اللعيب، عدم وجود اللعيبه؟ هل ممكن كده حصلت؟ لا. او هل هو باي العذر ده فعلا؟ لا يعني ما ينفعش ان انا حتى لو عندي كم عدد من المصابين ان انا اطلع اقول، الناس عارفه طبعا ان في كم من المصابين، لكن انت لازم تستغل القايمه كلها اللي متاحه اللي عندك، 25 لاعب. في وقت من الاوقات كنا بنشوف احمد حمودي هو اللي موجود واحمد الشيخ بعيد. احمد الشيخ مجرد خد ماتشين ورا بعض، الثالث ما شاء الله في كل مباراه بيسجل، بقى موجود ومتواجد. فما ينفعش ان انا النهارده يعني يبقى في عندي اعذار، سواء ارضيه ملعب زي مباراه الجونه بالظبط، ما النهارده كانت في مطر، الملعب كان فيه ميه، ما كانش مهيئ يعني كويس بسبب المطر. لكن شفنا الروح ما شاء الله عاليه، اللعيبه من اول دقيقه لاخر دقيقه بتكافح في الملعب، وبرغم ان الجونه بيحرز فيك هدف لكن لا رجعت. الدوافع موجوده اكتر. الفريق البطل دايما اللي بيلعب على بطوله وبيسعى دايما لحاجه واحده هي الفوز والبطوله، ما ينفعش ان انا يبقى عندي اعذار، وبالذات الاهلي. انا قصدي على قوه اللعيبه اللي عندك. احنا خلي بالك واحنا في جيلنا بنلعب كان في وقت من الاوقات بتلاقي فيه كم عدد كبير من الاصابات. لا خلاص، كل اللعيبه اللي بتنزل مجرد حطيت 11 واحد في الملعب، خلاص انت دلوقتي لازم يعني بتقاتل، لازم روحك عاليه، بتلعب دايما للمكسب، هي دي الروح الموجوده في النادي الاهلي بغض النظر بقى عن اي ظروف. حتى في الظروف وانت بتلعب ماتشاتك في افريقيا وبتبقى عندك كم كبير من الساعات في السفر وفي ترانزيت في المطارات والتعب، وبتروح تلاقي ملعب وحش، بس في الاخر برضو بتروح تسعى انك انت عايز تكسب المباراه. فما هي ما يعني ما لهاش حل ان انا ممكن يبقى عندي مبررات، لا دايما الفريق البطل يعني دايما بيسعى للفوز، وهو ده اللي دايما اللي عايز ياخد بطوله يعني. تمام. الكالتيرون كان عنده من قوه الشخصيه
اللي تخلي محمد يوسف مش قادر يكلمه في تشكيلة مباراة؟ مفروض الجهاز المعاون الناس بتساعد بعض. اكيد انا بشتغل معاك فانا عايز انجحك. انت عارف ان بسالك كده ليه طبعا؟ لان احنا شفنا وجوه جديده، شفنا ناصر ماهر داخل، احمد شيخ داخل، داخل بقوه كمان، شفنا كريم نيدفيد داخل بقوه. خلي كمان بالك من حاجه تانية، انت في ومفيش اصابات، خلي بالك الاماكن دي ما فيهاش اصابات. لا انت كنت في الوقت بتاع كارتيرون انت عندك مرتبط بقائمه افريقيه، تمام. فالقائمه الافريقيه انا عايز اجهز اللعيبه وتبقى رجلها في الملعب للمباريات الافريقيه. احمد الشيخ ما كانش متسجل افريقيا في الوقت ده، تمام. فهل استعين باحمد الشيخ ولا احمد حمودي اللي متسجل في افريقيا وميدو جابر عشان يبقى رجلي دايما موجوده في الملعب؟ استعين طبعا بالموجودين في افريقيا. ممكن يكون ده هدف من اهداف كارتيرون في الوقت ده. لكن في ناصر، كان ناصر ماهر كان مسجل. ما هي دي بقى اللي احنا انا شخصيا هنا في ملعب الاهلي لوم شويه على كارتيرون في موضوع ناصر ماهر. قلت ممكن ان انا يعني ناصر ماهر اعاقبه، هو اخطا وهو لسه لعيب صغير. لما لعب المباراه الخماسي وكان عنده مباراه مهمه، هو لسه ناصر ماهر ما عندوش الخبرات اللي هو يعني ممكن يعني يتاقلم شويه مع الظروف. لكن هو اخطا النهارده، انا ممكن اقرص ودنه بخص، تمام. ممكن استبعده من مباراه من اتنين، لكن ما يبقاش فتره طويله كده، خاصه ان ناصر ماهر دخل وكان بدا يبدا يحط رجليه في الفريق، كان مباراه تلاقيه مميز، ممكن مباراه بعيد شويه. لكن يعني انت لسه بتكسب لاعب صغير ممكن تكسبه للسنين جايه، فدي انا كنت بعتب شويه على كارتيرون في النقطه بتاعت ناصر ماهر، تمام. بالنسبه لاحمد الشيخ وجوده دلوقتي مره ثانيه، احمد الشيخ خلي بالك فيه ميزه يعني كمان تفوق احمد حمودي وميدو جابر وناصر ماهر، انه بيعرف يسجل جول. ده عند وليد سليمان. يعني لما تلاقي ولد عندك بيلعب تحت المهاجم وعنده النزعه دايما بيروح لجول، فده بيبقى ميزه عندك. يعني احمد حمودي كان دايما او اسلام محارب عايز يصنع الهدف، وميدو جابر نفس الكلام عايز يصنع الهدف. لكن احمد الشيخ اللي ميزه حتى كان موجود في مصر مقصه كده كان واخد هداف الدوري، ان هو عنده دايما النزعه الهجوميه. بياخد الكره ودايما من اقرب طريقه عايز يروح يجيب او عايز يسجل. تمام. اخر سؤال اساله لك يا اسامه، خروج ميدو جابر من القايمه النهارده، هو ميدو جابر مش مصاب متهيألي، يعني استبعاده لاسباب فنيه ولا مصاب يا جماعه؟ اعتقد ان هو مش مصاب، ما سمعناش ان ميدو جابر مصاب. هل خروجه من القائمة النهاردة بعد دخوله أساسي برضو في علامات استفهام؟ هو يعني المباراة اللي فاتت لعب 45 دقيقة، يعني ما كانش موفق فيها، يعني ما عملش الخطورة اللي احنا كنا مستنيينها من ميدو جابر. نزول وليد سليمان الشوط الثاني قلب الموازين. ممكن يكون الكابتن محمد يوسف فكر عودة محمد شريف مرة تانية، كان عنده برد ورجع النهاردة، فممكن يقولك عندي محمد شريف. ممكن يكون مؤمن زكريا بعد التجديد، وبعد خلاص مؤمن زكريا الفتره دي بقى تركيزه في الملعب دلوقتي ودماغه في الملعب، ممكن يكون عنده مؤمن زكريا. ممكن يكون خلاص وليد سليمان موجود وفي احمد حمودي، فممكن يكون هو شاف ان عنده عناصر ممكن تشيل في مكان ميدو جابر. تمام. بص برضو استكمالا لكلام اسامه، انت لما تيجي تشوف الحته اللي بيلعب فيها ميدو جابر هي حته ناحيه الشمال، فانت حته ناحيه الشمال انت عندك ممكن ناس اوريدي في الملعب تلعبها، انت محتاج واحد بيلعب بيمين واكتر. يعني انت عندك ناس بتلعب شمالهم كتير، عندك احمد الشيخ بيلعب شمال وعندك وليد سليمان بيلعب شمال، ميدو جابر اهو، عندك اسلام. هسألك السؤال ده ثاني عشان برضه انا محتاج اسمع رايك في في السؤال ده. عندك اسلام محارب بيلعب بشماله، فالثلاثه بيلعبوا شمال. انا بتكلم على اختياره كعنصر اساسي. بالظبط. وبعد كده بره 18 خلاص. هو زي ما قال اسامه ممكن ما يكونش موفق، يعني او لم يوفق في المباراه اللي فاتت. وكمان طالما انت عندك العناصر اللي بتجيد في الحته دي بالشكل ده، انت محتاج عنصر تاني مختلف. كانوا معايا المباراه اللي فاتت برضه بشكل تاني مختلف. كانوا معايا المباراه اللي فاتت. مين اللي كانوا معايا؟ نفس العناصر. ما انا بقول لك اهو، خلاص ما انت اضفت له محمد شريف. تمام. خلاص ده عنصر مختلف. لا انا بتكلم، لا انا بتكلم في يعني خليك معايا، ادخل معانا كابتن ابراهيم. انا بتكلم في ان انا عندي كل العناصر اللي بتتكلم عنها يا بلال باستثناء محمد شريف بس اللي كان موجود. خلاص ما هو ده وانا انتقيت ميدو جابر للمباراه اللي فاتت. حلو. كاساسي. عشان فاذا انا شايفه ان هو لعيب اساسي. الطبيعي انت بتجرب. لا تاني. بص انا هقول لك على حاجه. قول. خلينا نتكلم بواقعيه شويه، كابتن محمد يوسف بيحاول يدي فرصه لكل اللعيبه اللي موجودين، بيحاول يستكشف كل اللعيبه اللي موجوده بالنسبه له. ادى فرصه لاحمد الشيخ، وادى فرصه لرجع ناصر ماهر مره ثانيه، ادى فرصه ثانيه لكريم نيدفيد، ادى فرصه لميدو جابر، فهو بيحاول يستكشف اللعيبه اللي ما كانوش موجوده، بيحاول يعمل الموتيفيشن للعيبه، بيحاول يدي عمليه يعني حماس، بيحمس اللعيبه، بيدي الرغبه عند اللعيبه لكل اللعيبه اللي موجوده. تمام. ان ما فيش حد هيبقى بره الحسابات، ان كل اللعيبه لا ممكن يكون ليهم دور. تمام. داخل النادي الاهلي. هو ده اللي كان هو ده اللي عمله من وجهه نظري في المباريات اللي فاتت، ان هو بيحاول يغير ويدي دوافع جديده عند كل اللعيبه اللي موجودين في قائمه النادي الاهلي. عشان كده مره يدي ميدو جابر، مره يدي الشيخ، مره يدي وليد سليمان، ومره يخرج وليد سليمان، ومره يدي ناصر ماهر، وممكن مره يخرج ناصر ماهر. هو بيعمل عمليه التغيير. تمام. عشان مش كله ما يبقاش عنده حاله ثابته. لما يستقر على تشكيل ثابت اعتقد ان هو ده اللي هيكمل بيه، يعني اللعيبه اللي هتوفق وهتجيد
هي دي اللعبه اللي هتكمل مع الكابتن محمد يوسف. تمام اوكي. عموما يعني استكمالا للكلام الكباتن، هو المجموعه دي كلها ما كانتش بتشارك، فهو بيدي فرصه لكل اللعيبه اللي موجوده، اللي بيقدر يثبت نفسه بيبقى خلاص يبقى في التشكيله الاساسيه. مصبوع. وهكذا عمليه التدوير. يدي ده مره ويدي ده مره ويدي ده مره. اللي بيثبت نفسه في الفرصه وبيثبت نفسه في الفرقه هيبقى ليه فرصه في القائمه الاساسيه. مع انه عارف ان المباريات ديت يعني ليست محلا للتجارب. ما هي علشان كده انا دايما في البدايه قلت لك ايه، قلبي مع محمد يوسف والجهاز المعاون انه بيعمل عمليه التدوير وبيغامر بلعيبه ما كانتش بتشارك. بعض منهم دلوقتي بقى بصفه اساسيه انت مش قادر تشيله، يعني احمد الشيخ زي ما قالوا الكباتن وكريم نيدفيد ونصر ماهر واحمد علاء ثبتوا رجليهم في الملعب، دلوقتي هتفكر 100 مره قبل ما تشيل واحد منهم. صحيح. اشيلهم واحط مين؟ هتبقى الامور صعبه جدا على الجهاز الفني. فيعني انا بحييهم ان هم بياخدوا المخاطره والمغامره دي، انه بيدخلوا يعني في احمد ياسر ريان داخل النهارده، في احمد حمدي داخل النهارده في ال 18. فهو عمال يدي فرصه وبيدي فرصه لكل المجموعه عشان زي ما بيقول الكباتن. خد بالك. تمام. طب استاذنكم تشكيله الاهلي نزلت الامور بعد كده. استاذنكم نقول تشكيله الاهلي بسرعه. سمير يعني شريف اكرامي، وعلى اليمين محمد هاني زي ما توقعته على فكره، واحمد علاء وسعد سمير وايمن اشرف. محمد هاني اللي هيبتدي والسوليه ونيدفيد هيلعب النهارده في نص الملعب مكانه اللي بيحب يلعب فيه، وناصر ماهر قدامهم، ومحمد شريف والشيخ اللي كانوا بيتكلموا فيه نجوم الستة هيبقى في واحد ناحيه اليمين واحد ناحيه الشمال خلاص، ومروان محسن تاني. اقولهم لك تاني، اكرامي وهاني، محمد هاني واحمد علاء وسعد سمير وايمن اشرف والسوليه وكريم نيدفيد، وناصر ماهر على شماله محمد شريف، وعلى يمينه الشيخ، ومروان محسن كفرود رئيسي. تعالوا نطلع بسرعة نشوف عناصر الأهلي المؤثرة النهاردة أو نقاط قوة النادي الأهلي النهاردة، ونرجع نناقش هذا التقرير مع ضيوف الكرام. من جديد تعالوا بسرعة نروح نشوف كريم أحمد هيكون معانا دلوقتي عشان دلوقتي تشكيلة الفريقين، ونطمن منه على أجواء هذه المباراة. كريم زميل عزيز أهلا بيك. كريم لسه؟ كريم سمعنا كريم؟ مرحب بك يا كابتن ميدو في البدايه وبكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. سريعا ابدا معاك بتشكيل الفريقين في البدايه، طبعا تشكيل فريق النادي الاهلي. ابدا معاك سامعك كويس يا كابتن؟ اتفضل يا كويس. ابدا معاك تشكيل النادي الاهلي في حراسه المرمى، شريف اكرامي، خط الظهر من اليمين للشمال محمد هاني، احمد علاء، سعد سمير، ايمن اشرف، في المنتصف عمرو السوليه وكريم نيدفيد، على الاطراف محمد شريف واحمد الشيخ، وفي الهجوم ناصر ماهر ومروان محسن. احتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي في حراسه المرمى علي لطفي، هشام محمد، اسلام محارب، مؤمن زكريا، وليد سليمان، احمد ياسر ريان، وباسم علي. التشكيل الخاص بفريق نادي طلائع الجيش في حراسه المرمى محمد بسام، خط الظهر من اليمين للشمال محمد ابو المجد، علي الفيل، احمد سامي، عاصم صلاح، في المنتصف احمد سمير، امامهم ثنائي مؤمن ابراهيم وحسن سواء واحمد كابوريا ومحمد رزق، وفي الهجوم مصطفى احمد، ايضا كمان محمد شعبان في الاحتياطي، اسلام سري، خالد ستوحي، احمد جعفر، حسن يوسف، عمرو احمد، وفرانك انجونجا. يمكن ده التشكيل الخاص بفريق نادي طلائع الجيش، وايضا كمان تشكيل النادي الاهلي. ويمكن زي ما بنتكلم اجواء يمكن هنا في استاد السلام ان شاء الله تكون مهيئه لفريق النادي الاهلي. كنا متوقعين الجو يكون في برد شديد النهارده كعاده استاد السلام، لكن الجو يمكن معتدل شويه كابتن ميدو، الجو ما فيهوش برد قارس. فريق النادي الاهلي وصل بالفعل مع فريق طلائع الجيش قبل انطلاق المباراه بساعه ونصف، لكن يمكن التشكيل اتاخر شويه كالمعتاد، المفروض يكون قبل انطلاق المباراه باكثر من ساعه، لكن في يمكن بعض التنظيم هنا طبعا بالنسبه لوزاره الداخليه بتحاول ان هي تقوم بدورها، لكن ما كانش في سهوله بشكل كبير جدا ان احنا ناخد تشكيل فريق النادي الاهلي وايضا طلائع الجيش. من لحظات كان التشكيلين بالفعل خرجوا زي ما ذكرناهم طبعا معاك ومع كل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. ان شاء الله باذن الله تكون الامور مهيئه لفريق النادي الاهلي. وبناكد كمان مره كمان يا كابتن ميدو على وليد ازارو. وليد ازارو بالفعل يمكن عنده بعض الاجهاد،
لكن مروان محسن اللي يكون متواجد النهارده بالتاكيد هو اللي يكون متواجد في المباراه الافريقيه القادمه، وهي المباراه الاولى لفريق النادي الاهلي نظرا لحصول وليد ازارو على ايقاف مباراتين. المباراه الاولى انتهت بالفعل بانتهاء النسخه الماضيه للبطوله الافريقيه، والمباراه القادمه ستكون في بدايه النسخه القادمه للبطوله الافريقيه. ان شاء الله باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي، باذن الله النهارده تكون شخصيه النادي الاهلي موجوده، روح الفانيلا الحمراء كالعاده تكون موجوده، ويستمر النادي الاهلي في حصد نقاط بطوله الدوري العام للحفاظ على بطوله الدوري العام. عوده ليك يا كابتن ميدو وكل نجوم الاستوديو التحليلي. يعني يا كريم قبل ما اسيبك طمني بس على وليد ازارو، هل الاصابه يعني هيدخل مستشفى ولا هيبقى عادات خارجيه عشان بس نطمن؟ لا يمكن، لا يا كابتن ميدو طبعا هو يمكن قال انا عندي بعض الاجهاد، لكن يمكن من سؤالنا لطبيب النادي الاهلي خالد محمود قال يمكن وليد حس يمكن تقل شويه في العضله الخلفيه في قدمه اليمنى، فاكيد طبعا كان في تفضيل لفريق الجهاز الطبي من النادي الاهلي وايضا الجهاز الفني، لكن ده يمكن ده كمان بجانب النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. وليد ازارو بالفعل يمكن عنده بعض الاجهاد، لكن بالتاكيد ان وليد ازارو حتى لو كان سليم في المباراه الافريقيه القادمه سيكون خارج المباراه وخارج القائمه نظرا للايقاف او الايقاف اللي حصل عليه في المباراتين خاصين بالبطوله الافريقيه، لكن يمكن هو ان شاء الله يكون ما فيهوش حاجه باذن الله، لسه عندنا مباريات قادمه في البطوله الافريقيه، الامور بالنسبه له ان شاء الله باذن الله تكون مهيئه، تكون يعود سريعا من الاصابه او يعود من الكدمه او من التقل اللي في العضله الخلفيه باذن الله، يقوم معاه الجهاز الطبي بدور كبير خلال الفتره القادمه. كل لعيب محتاجينه يا كابتن ميدو سواء في بطوله الدوري او في البطوله الافريقيه، ان شاء الله باذن الله كل لعيب النادي الاهلي تكون على قدر المسؤوليه، وباذن الله يكون الفوز من نصيبنا النهارده. أكيد يا كريم، يعني هسيبك علشان في دليل في الصوت إن شاء الله ترجع لنا بلقاءات حصرية، إن شاء الله نبارك لبعض زي ما احنا متعودين بعد هذه المباراة. كريم أحمد الزميل العزيز شكرا ليك على مجهودك الرائع. يعني كابتن إبراهيم اتكلمنا على تشكيلة النادي الأهلي، أبرز العناصر اللي حضرتك شايفها تكون عناصر مؤثرة النهاردة، مع إن طبعا الكل بيأثر، لكن بقى في أوراق رابحة عندك. مروان محسن إن شاء الله بإذن الله عائد بقوة، هو مش عائد هو موجود، إنما هو عشان ما كانش مشارك الماتش اللي فات، فإن شاء الله بإذن الله أنا شايف إنه من عناصر القوة جدا في النادي الأهلي. الثلاثة اللي بيلعبوا وراه كلهم بيتميزوا بإحراز الأهداف ومعاونة مروان محسن في إحراز الأهداف، يعني ممكن أحمد الشيخ عنده ميزة إنه بيحرز هدف، وعنده ميزة أخرى إنه بيعمل اسيست لكل زمايله. نفس الكلام محمد شريف، الحقيقه من اللعيبه الصاعده المهمه جدا في اللي موجوده في النادي الاهلي، وهو على فكره بيتميز برضه باحراز الاهداف. الخبره عنده لسه مش موجوده 100%، انما كل ما رجله بتتقل في الملعب ان شاء الله ده ليه مستقبل واعد. كابتن قبل ما نطلع من موضوع مروان محسن، هل لسه مروان محسن في سجن المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ولا مروان محسن داخل في حته ان هو بعيد عن التهديف بقى وبيجيب اجوان، لكن مش مروان محسن قبل ما يجي النادي الاهلي او اول ما جه النادي الاهلي كان بيجيب اهداف على طول، جه بعد كده مع كوبر دخل في منطقه ان هو لازم بيكون فرو الدفاعي، هل هو لسه في هذه المنطقه، ولا مروان محسن محتاج ايه عشان يرجع مروان محسن مرة تانية؟ ده سؤال الجماهير عايزة تشوف مروان محسن. لا، مروان محسن محتاج ان زمايله يعاونوه انه يمدوه بالكور كتير، يعني يعملوا اسيست ليه كتير عشان برضه يقدر. انت عارف المدافعين ضد النادي الاهلي وبيتميزوا بالشراسه، لان كلهم الماتشات بتاعت النادي الاهلي دي كلها يعني اعلاميا تلفزيون وراديو وصحافه كل الدنيا مركزه عليها، فالمدافعين بيبقوا اكثر من قصاع على هجوم النادي الاهلي، وبيبقوا المراقبه بتبقى لصيقه شويه، فمحتاج معاونه من زملائه انه يمدوا له بكور كتير عشان يساعدوه ويخرج من القصه عدم احراز الاهداف. ان شاء الله هيبقى ليه دور مؤثر النهارده مروان محسن، زي الزميل اللي قال لك في المتوقع ان مروان محسن يحرز هدف الفوز. كريم ان شاء الله باذن الله توقعه يبقى صحيح يا رب. كريم حسين شحات عايز يكسب تيشيرت تاني، يعني هتبقى صعب بقى كريم، بس انا يعني وعدتك خلاص. نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع حضراتكم نجوم الاستوديو التحليلي في تحليل هذه المباراه الهامه. حضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في تخطيط هذه المباراه من ملعب الاهلي. كابتن بلال
الدوافع اصعب حاجه بيقابلها المدير الفني ان هو يديها للعيبه عشان يقابلوا انتصارات كل ماتش؟ اكيد محمد يوسف الله يكون في عونه في جد دوافع لعيبه النادي الاهلي، مع ان هم اصلا عندهم دوافع ان هم يحققوا ذاتهم، ان هم يقنعوا الناس بيهم، ان هم يعيدوا الثقه بسرعه جدا، ان هم يحققوا سلسله انتصارات للنادي الاهلي تاني، لكن برضه المدير الفني مطالب بتجديد الدوافع. طبعا يعني هو بيشتغل وشغال، ما زال شغال وناجح فيها بشكل كويس جدا ان هو يعمل دوافع جديده عند كل اللعيبه. يعني النهارده برضو من التشكيل اللي موجود عندنا محمد شريف بيدخله، لعيب عنصر كان موجود مع النادي الاهلي، اه لعيب كويس جدا. خد بالك هو عايز يعدل ميزان الملعب، يعني ميزان الملعب ما يتظبطش باتنين شمال. برافو عليك. يعني من وجهه نظري يعني عشان تظبط الملعب ما ينفعش يبقى اتنين شمال. هتلاقي زي المباراه اللي فاتت واللي قبليها كمان، احمد الشيخ بيروح ناحيه اليمين، وليد سليمان بيروح ناحيه اليمين، هتلاقي ميدو جابر من ناحيه اليمين، الاثنين هو عدلتهم ناحيه اليمين. فهتلاقي دايما الملعب 80% و70% من المباراه، من اوقات المباراه الملعب مقلوب شويه ناحيه اليمين عشان كل واحد بيحب يلعب في عدلته. النهارده انت عايز تعمل عدله، عايز تعمل توازن في ملعب النهارده. لعيب بيلعب يمينه عنده السرعه وعنده المهاره، بيعرف يلعب على الجول، ودي حاجه مهمه جدا جدا. محمد شريف من اللعيبه اللي بتقدر تسجل اهداف وبيقدر يستغل الفرص بشكل جيد جدا، واحمد الشيخ الناحيه الثانيه، فيبقى في بالانس في الملعب النهارده. يبقى الملعب معدول النهارده، لعيب بيلعب بيمينه ولعيب بيلعب بشماله، ده بيلعب على عدلته وده بيلعب على عدلته. الاثنين النهارده يقدروا يعملوا جبهتين اقوياء جدا، واحد عنده المهاره والسرعه والثاني عنده المهاره والسرعه والقوه، محمد شريف. فالنهارده انت بتعمل بالانس. النهارده برده وجود محمد شريف النهارده في المباراه زي ما بقول لك بيعمل دوافع لكل اللعيبه اللي موجود، كل اللعيبه اللي موجوده في الملعب، كل اللعيبه اللي موجوده على دكه البدلاء، كل اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك، فرصه لكل الناس ان هو اي حد ممكن تيجي له الفرصه في اي وقت. وخد بالك دي برده مسج للعيبه اللي داخله الملعب، لو انا ما اديتش هيبقى في واحد تاني موجود هياخد الفرصه، لو انا اديت بشكل كويس. طبعا مهمه جدا. خد بالك مهم جدا ان اللعيب ما يفقدش حته الامل، ان انا امتى هلعب، امتى هكون موجود، امتى هشارك. مهم جدا. وخد بالك افضل توقيت انك انت تشارك فيه في الوقت ده، خلاص انت خرجت من بطوله افريقيا، مهم جدا نعرف ان في حد قاعد له مستني. خد بالك انت خرجت من بطوله افريقيا، خرجت من البطوله العربيه، الجمهور خلاص منتظر دم جديد داخل الملعب. فكل لعيب النهارده متاحه ليه الفرصه ميدو ان هو يكون موجود في التشكيل الاساسي. تمام. النهارده زي ما اتكلمنا، زي ما كابتن ابراهيم اتكلم واسامه اتكلم، قلنا ان الشيخ سجل هدف والتاني، فالنهارده بقى عنده ثقه، بيحطه النهارده على حساب وليد سليمان، اللعيب الهايل الرائع جدا اللي ممكن وليد يبقى عنده شويه اجهاد، ولكن برضه حته تجديد الدوافع عند اللعيبه اللي موجوده على دكه البدلاء، ان انا لا هيكون ليا دور في اي وقت من الاوقات. فالنهارده كابتن محمد يوسف بيلعب اللعيبه بشكل كويس قوي، النهارده بيحاول يوزن الملعب بشكل كويس جدا. الثلاثه اللي موجودين في تحت الفراوده النهارده لو كانوا النهارده في الحاله بتاعتهم، مش هقول يعني حاله غير الحاله بتاعتهم، لا في الحاله بتاعتهم بيأدوا بالاداء بتاعهم المعتاد عليه، النهارده هيفرقوا بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. النهارده انت بتشتغل على ثلاثه مهمين جدا جدا، ومعاهم النهارده اثنين كمان بيكملوا، نيدفيد والسوليه. بالزبط. من اللعيبه اللي بتكمل، اللعيبه اللي بتسجل، اللعيبه اللي بتشوط. كمان. طبعا كمان نيدفيد بيشوط، السوليه بيشوط، السوليه بيكمل في ال 18، نيدفيد برده من اللعيبه اللي بتكمل في ال 18. الاثنين كمان عندهم عنصر السرعه وعنصر القوه وعنصر المهاره، بيعرف يرقصوا، بيعرف يشوط، بيعرف يلعب مع الفرد، بيعرف يعمل حته الدبل باص ويخش جوه ال 18. فالنهارده الحته اللي قدام بتاعه النادي الاهلي مليانه لعيبه عندها مهارات، مليانه لعيبه عندها رغبه، لعيبه بتعرف تسجل اهداف. النهارده لو الثلاثه اللي من تحت مروان محسن اشتغلوا كويس جدا زي ما قال كابتن ابراهيم، لا مروان محسن النهارده ممكن يسجل بشكل كبير، لانك هتلاقي دايما في زيادات. مشكله مروان محسن انه دايما بيبقى انه كان دايما بيبقى لوحده، ما معهوش حد، ما فيش حد سبورت ليه، لا دايما بيستلم وبيفضل ثانيتين ثلاثه بيدور على حد جنبه، بيدور على حد يساعده، بيدور على حد يستناه، بينتظر حته الكروسات. فالنهارده واحد من ناحيه اليمين، واحد من ناحيه الشمال، يقدر يعمل الكروسات العرضيه. مش شرط الكروس انك تقف وتعدل وترفع الكره عاليه، زي ما بنشوف مانشستر سيتي الكره على الارض، كروس على الارض، بيقابل الفرود ويروح يحط في الزاويه البعيده او الزاويه القريبه ويسجل اهداف. فده مطلوب النهارده بشكل كبير جدا. فانا بحيي كابتن يوسف النهارده على التغييرات اللي بيعملها داخل الملعب عشان يدي الرغبه عند كل اللعيبه. تمام. يعني كابتن اسامه، زي تكمله لكلام الكابتن بلال، النهارده يوسف عامل كمان هاني، حطه كجناح، استغل نيدفيد في نص الملعب، عنده كمان دكه بدله حلوه قوي. احنا طبعا لازم نشيد بكريم نيدفيد خلال المباريات اللي فاتت، روح واداء فتره من الفترات كانت الناس بتنتقده، لكن لازم لما كريم نيدفيد اشتغل بشكل مميز وخاصه المباريات اللي فاتت لازم نشيد بيه. كريم نيدفيد الفتره اللي فاتت بيلعب في مركز غير مركزه، هو اصلا لاعب وسط ملعب، هو ده اللي بيجيد فيه. هو كان بيتحط لظروف ما في ناحيه الباك رايت، اصابه احمد فتحي، اصابه محمد هاني، فاتحط مع كريم نيدفيد وما شاء الله اجاد فيها بشكل كويس خلال مباراه بتروجيت، خلال مباراه الجونه ومباراه المولين العرب،
برضو في يعني لما حتى الترجي لما نزل لعب كان والترجي نزل في ظروف صعبه بالظبط. هو مركزه الاساسي وسط ملعب. النهارده ممكن نشوف يعني كريم نيدفيد وعمرو السوليه يعملوا ثنائيه كويسه النهارده. يعني ممكن تلاقي في تحرر شويه ان تلاقي في زياده عدديه. هو كريم نيدفيد عنده الرغبه دايما ان ممكن تلاقي عمرو السوليه واقف وكريم نيدفيد هو اللي بالزبط. هو اللي بيزيد بالظبط بالظبط. هو اللي يبدا يسدد بالزبط. هو اللي يبدا يبقى لقدام يدخل ال 18 ودي محتاجينها النهارده. مش محتاجين اثنين زي حسام عاشور وكان اكرم توفيق ان اثنين واقفين ارتكاز. احنا محتاجين دي على طول. أيوة. اللي بيميز النادي الاهلي اللي بيميز النادي الاهلي ممكن تلاقي واحد بيغطي الناس كلها وفي واحد هو دايما اللي بيروح. دي مهمه النهارده ان لو شفنا كريم نيدفيد راح السوليه واقف او العكس ما بين عمرو السوليه وكريم نيدفيد. عندك على الدكه طبعا يعني حسب مجريات اللعب ممكن تقدر تشتغل الشوط الثاني. عندك وليد سليمان ما شاء الله ممكن ينزل يغير. عندك مؤمن زكريا ممكن ينزل يغير. في اسلام محارب مع ان اسلام محارب في وقت من الاوقات كان بينزل يضيف اضافه قويه. لكن مع يعني انا شخصيا ما عجبنيش المباراه اللي فاتت. لما نزل في مباراه الجونه اللي حوالي 15 دقيقه و20 ده اللي نزل فيهم لا يعني اسلام محارب عنده افضل من كده. هو ممكن يكون عشان يعني كان بعيد بقاله كم مباراه لكن واخد واجبات معينه احنا ما شفناهاش. بس حتى انا دايما متعودين اسلام محارب لما بينزل بيبقى اضافه وليه بصمه في في المباراه. تمام. فدي ممكن عندك وليد سليمان عندك اسلام محارب عندك مؤمن زكريا ممكن في وقت من الاوقات احمد ياسر ريان لو انت زي المباراه اللي فاتت تلعب باثنين مهاجمين. وممكن احمد ممكن محمد شريف من داخل الملعب ممكن توظفه كمان مهاجم. بالظبط. التوظيفه اللي احنا شفناها زي وليد ازارو وشفناها مروان محسن مرافق ممكن النهارده تتعمل من داخل الملعب. تحط محمد شريف لو انت احتجتها في وقت من الاوقات محمد شريف جنب مروان محسن اثنين مهاجمين وممكن تنزل وليد سليمان. فبتعمل الكثافه الهجوميه. عايزين نتكلم بس عن طلائع الجيش. طلائع الجيش في نقطه وهسيبك تسال فيها كابتن ابراهيم مينو. تمام. طلائع الجيش يعني في ارقام هو دخل فيه 19 هدف. 19 هدف منهم. طب استاذنك اقول طلائع الجيش تشكيل طلائع الجيش محمد بسام زي ما حضراتكم شايفين وقدامه احمد سامي وعلي الفيل اثنين مساكين محمد ابو المجد باك رايت وعاصم صلاح باك ليفت اثنين ديفندرات محمد رزق واحمد سمير قدامهم مؤمن ابراهيم وعلى شماله كابوريا وحسن وساوه ومصطفى محمد فرود صريح. هي نفس التشكيله اللي لعب بيها المباراه اللي فاتت لكن فيها تغيير بس في اثنين لعيبه. طبعا احنا معاهم مدرب بلجيكي لوكي ميل وطبعا يعني اول مره طلائع الجيش يجيب مدرب اجنبي. دايما المدربين المصريين من يوم ما طلائع الجيش طلع الدوري الممتاز دايما بيتولى القياده الفنيه مدربين مصريين فهم خدوا المغامره المره دي بداوا يجيبوا مدرب بلجيكي. كان المباراه الوحيده اللي بدا بيها كانت الاتحاد السكندري كان عنده فتره توقف اكيد قدر بقى يحط ايده وبصمته على الفرقه يقدر يتعرف على لعيب اكبر. النهارده عمل تغييرين بس في تشكيله طلائع الجيش. شال خالد سطوح عن المباراه اللي فاتت وحط علي الفيل. تمام. وهو علي الفيل مشابه شويه لخالد سطوح في الرقابه وفي الالتزام الدفاعي. حط حسن وانداه مكان عموري. هو النهارده عامل الكثافه كلها في منطقه وسط الملعب عن طريق كابوريا عن طريق احمد سمير مؤمن ابراهيم محمد رزق حسن وانداه وهيسيب مصطفى محمد. مصطفى محمد هيبقى هو محطه الارتكاز اللي بيقف دايما هيطلع عليها طلائع الجيش وهتيجي دايما التكمله من تحت. لكن خطوره طلائع الجيش في مصطفى محمد هي في الكرات العرضيه. تمام. لازم النهارده يبقى فيه رقابه جيده من سعد سمير فاحمد واحمد علاء ما ينفعش يأدي المساحه في الكرات العرضيه ممكن يعملها عاصم صلاح او محمد ابو المجد ان انا اسيب مصطفى محمد لازم الزق في الراجل سواء كره عرضيه عاليه او كره ارضيه. لكن الرقم اللي انا عايز اقوله لك دخل في طلائع الجيش 19 هدف. 19 هدف منهم زي ما هم مميزين في الكرات العرضيه عن طريق مصطفى محمد لكن نقطه ضعف عندهم برضو الكرات العرضيه. بالظبط. دخل فيهم 9 اهداف من كرات عرضيه سواء ركنيات او كرات متحركه فدي ممكن النهارده نشتغل عن طريقها عن طريق مروان محسن اللي عندنا مميز مفروض في الكرات العرضيه. والحاجه الثانيه دخل من 19 هدف 13 هدف في الشوط الثاني. ده باين لك برضو انه ممكن اللياقه البدنيه طلائع الجيش ما بتسعفهمش شويه في الشوط الثاني فبتلاقي انخفاض في اللياقه البدنيه فممكن انت برضو تبدا تغامر وتزود النواحي الهجوميه عندك في الشوط الثاني عشان تقدر تسجل هدف يعني لو ربنا ما كرمش في الشوط الاولاني. جميل قوي جميل قوي. طيب كابتن ابراهيم برضو في نفس الثقه اللي بيتكلم فيه اسامه برضو مدير فني زي ما حضرتك تفضلت وقلت مدير فني جديد بلجيكي اول مره يجيبه مدير فني اجنبي لطلائع الجيش ايميل لوك او لوك ايميل عنده دوافع هجوميه شفته في مباراه كان بيلعب عادي جدا بيلعب ان هو عايز يكسب المباراه مع ان المباراه كانت خارج ارضه
تفتكر هيقابل النادي الاهلي ازاي؟ هل هيبقى عنده تحفظ دفاعي؟ هل هيقابل النادي الاهلي بشكل هجومي؟ وانا عايز اضيف بس على الكابتن كلام كلام الكابتن اسامه. اتفضل. هو كمان دخل فيه جوان كتير قوي، 19 دخل فيه جوان كتير وحط جوان كتير. يبقى عنده الدافع الهجومي، اظن انه هيلعب بتحفظ شويه في البدايه لغايه لما يشوف النادي الاهلي، وبعد كده يبتدي. يعني انا متهيألي انه هيقسم المباراه لجزئين او ثلاثه. الجزء الاولاني انه هيلعب متحفظ شويه، لان هو متوقع ان النادي الاهلي نازل على الثلاثة بونت، فهيلعب بدافع هجومي 100% من اول مباراه، وهيلعب ضغط في نص ملعب الخصم، فلازم يبقى متحفظ شويه. وبعد كده لما يبتدي رجلين اللعيبه تقوى داخل الملعب، هيشوف النادي الاهلي شكله ايه والاخبار ايه، وفين المراكز القويه، او هو بيركز على ناحيه الشمال من عند مثلا احمد الشيخ، ولا من عند محمد شريف، ولا بيتصرف ازاي، ومحمد يوسف نظامه ايه في الماتش. هيبتدي يعمل الجزء الثاني، ان هو يعتمد على الهجمات المرتده. لو حصل ودخل فيه جون او اكتر من جون، هيبتدي يلعب ضغط في نص ملعب القسم ويغامر، لان ليس له حل. المدرب الجديد برضه الدوافع عند اللعيبه بتبقى قويه جدا، انها عايزه تظهر بمظهر جيد عشان تحفظ مركزها في الملعب، وبالتالي بيبقى الدوافع قويه، اولا عشان هم بيلعبوا ضد النادي الاهلي، وعشان يثبتوا للمدرب الجديد انهم اماكنهم ويحتفظوا باماكنهم في المباراه. تمام. تاريخ مواجهات الفريقين بين الاهلي وطلائع الجيزه، ما قلت لحضراتكم، مهمه جدا، وكلها كانت في صالح النادي الاهلي الكبير، لكن التاريخ ما بيعترفش بالاحصائيات والتواريخ في مباراه اليوم. تعالوا نشوف احصائيه عن تاريخ مواجهه فريقي الاهلي وطلائع الجيش، ونرجع نكمل مع ضيوفي نجوم الاستوديو التحليلي. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كابتن بلال، الاحصائيات والتاريخ بيقول الاهلي دايما في مواجهات مع طلائع الجيش هو صاحب الكلمه العليا، لكن طبعا خلاص احنا بنعترف بالاحصائيات فيما هو سابق يعني، لكن النهارده ازاي النادي الاهلي او محمد يوسف يسهلوا الماموريه عليهم في المكسب؟ بس خد بالك زي ما انت قلت يا ميدو، مفيش حاجه اسمها في الكره احصائيات وارقام وتواريخ والحاجات اللي زي كده. يعني ده اللي بتبني عليه هو شغلك اللي موجود في الوقت الحالي، اللي بتبني عليها فرقتك في الوقت الحالي، كذلك الفرقه اللي انت بتلعبها برضو بتبني عليها، سواء اذا كان الحاجات نقاط الضعف او نقاط القوه بالنسبه للفريق الخصم. واعتقد كابتن محمد يوسف قاري بشكل كويس جدا فريق طلائع الجيش، وهم كمان اكيد قارين النادي الاهلي، وعارفين النادي الاهلي بيلعب ازاي، وعارفين مفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي. وجيم ممكن يبقى صعب شويه في البدايه، جه ممكن يبقى في بدايته ان طلع الجيش بيحاول ان هو يلعب زون ديفنس، بيحاول يلعب نص ملعب ويلعب على الكاونتر اتاك، لانه شاف اكتر من مره ان هي دي الطريقه اللي ممكن تنجح مع الفرق الكبيره، سواء اذا كانت الاهلي او الزمالك او اي فرقه بتحاول ان هي تضغط بشكل قوي او تهاجم بشكل قوي. هي دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تلعب معها، طالما ما عندكش الامكانيات اللي تقدر تجاري النادي الاهلي او تلعب معاه هيد تو هيد داخل اثناء الجيم. النادي الاهلي بس ممكن يبقى مشكله بالنسبه لك لو برضه تسجل فيه هدف من البدايه، فمطلوب من البدايه الدفاع القوي. بس كسرنا حته النفسيه دي يا بلال. بص خد بالك، انا عايز اقول لك على حاجه، انت ممكن في مباراه يجي فيك جول وتجيب اثنين، وممكن في مباراه يجي جول ما تجيبش. بالظبط. فمش كل مباراه انت بتجيب فيها بيجي فيك هدف تقدر تعوض. بالظبط. ومش كل مباراه تقدر تعوض وتكسب. معاك. يعني ممكن تعوض وتتعادل، وفي مباراه ممكن ما تعوضش، يعني احنا في المباراه ما قدرناش نعوض. معاك. المباراه اللي فاتت قدرنا نعوض، قدرنا نكسب، كان عندك تايم، كان عندك اخطاء دفاعيه، يعني الهدف في هدف جه برده كان خطا من كان هدف يعني يعني واحد تسجل في الخصم سجله في مرماه، فهدف بالنسبه لك، ولكنه هدف نتاج الضغط اللي انت كنت عامله. فعايز اقول لك ان انت ما ينفعش انك كل مره بتلعب على الحته دي، ان انا لما يجي فيا هبتدي اعوض واسجل اهداف. لازم حته ان انا بدافع بشكل كويس الاول، لازم حته ان انا ما بديش مساحه للفرق اللي قدامي. خد بالك انت كل فرقه، ودي لازم يعني لازم كابتن محمد يوسف يحطها في دماغه بشكل كبير جدا، ان كل فرقه بتلعب النادي الاهلي هي عندها حته واحده بس ممكن تلعب عليها، حته الكاونتر اتاك. الحته الهجوميه الوحيده او المنفس الهجومي الوحيد اللي ممكن تلعب عليه المؤثر بالنسبه له هي حته الكاونتر اتاك، انك تلعب على السبيد اتاك قدام النادي الاهلي، يتخلق لك مساحه فتلعب فيها. هي دي، لو اتقفلت الحته دي بشكل كويس جدا هو اصبح في تمركز بس ده تفكير جيد جدا. التفكير استاذ اتكلم في نقاط مهمه جدا، ده تفكير المدرب اللي ممكن يكون مصري عارف النادي الاهلي وممكن العب او محلي العب على الكاونتر اتاك، لكن ده مدرب عنده اجنبي عايزه بالظبط، عنده كمان ميول هجوميه. حلو. انا شفت له مباراه عنده ميول هجوميه. بس خد بالك انا عندي ميول هجوميه لما اكون بلعب مع مين؟ مع فرقه في نفس المستوى. خد بالك يبقى الجيم مفتوح بالنسبه لي. انا اللعيبه زي بعضها، الفروقات الفرديه مش كتير، معدل اللياقه البدنيه مش كبير، اللعيبه داخل المهارات الفرديه مش كتيره، مفيش فروقات كتيره داخل الملعب. فالنهارده العب معاك، اقدر العب معاك جيم
هيد تو هيد في الملعب، اهاجمك وانت تهاجمني، افتح افتح الجيم بالنسبه لي. السرعات مش موجوده بشكل كبير، المهارات الفرديه مش موجوده بشكل كبير، لكن لما تلاقي فرقه زي النادي الاهلي بتعرف تضغط بشكل كويس قوي، عندهم اطراف بيعرفوا، عندهم مهارات وسرعه، عندهم لعيبه في نص ملعب عندها المهاره والسرعه، بتقدر تكمل مع تحت مع المهاجمين، فانت بتلاقي فرقه مختلفه بميزان مختلف تماما بعقليه مختلفه. فالنهارده لازم هتغير طريقه لعبك، ما تقدرش تلعب النادي الاهلي جيم مفتوح. بالعكس، انت لو لعبت النادي الاهلي جيم مفتوح هتبقى بالنسبه لك انت مشكله كبيره جدا، لان لو اتواجدت مساحات لعيبه النادي الاهلي بالمهارات الفرديه اللي موجوده والسرعات والقدرات اللي موجوده عند اللعيبه، لا الجيم هيبقى سهل جدا بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. انت اللعيب اللي عنده مهاره مشكلته الوحيده داخل الملعب انك ما تديلوش زمن وما تديلوش مساحه. تمام. لو ما اديتوش زمن وما اديتوش مساحه الامور بتتصعب عليه. لكن لعيبه النادي الاهلي احمد الشيخ او محمد شريف او مروان محسن ناصر ناصر ماهر، اللعيبه اللي عندها مهاره وعندها سرعه لو اديته زمن في الملعب واديته مساحه هيقدر يعمل كل حاجه في الكوره، هيبقى الجيم سهل بالنسبه له. فعشان كده اي مدرب بيلعب قدام النادي الاهلي بيفكر في الحته دي بشكل كويس. ازاي اقفل المساحات، ازاي اقفل ناحيه الشمال على احمد الشيخ، ازاي لاعب، ازاي اخلي الباك ليفت بالنسبه لي او الباك رايت بالنسبه لي ما يتقدمش او يتقدم بحساب كبير جدا، ولو اتقدم مين هيعمل التغطيه عليه، ازاي لعيبه نص ملعب بتاعي ما تبقاش دايما في الحته الهجوميه، ازاي تلعب قدام الاثنين السنتر باكس. دي حاجات كتيره جدا بيفكر فيها المدير الفني عشان ما يديش فرصه لعيبه النادي الاهلي انه يعدوا يبقى عنده مساحه في الملعب. النادي الاهلي لما بيلعب بره ملعبه مع فرقه بتهاجم بيبقى عنده فرصه عظيمه جدا لانه بيلاقي مساحات كثيره جدا داخل الملعب. بالزبط. فبيقدر يشتغل الشغل المدير الفني كابتن محمد يوسف او اي مدير فني موجود للنادي الاهلي بيقدر يشتغل الشغل اللي هو عايز يعمله في الملعب. فبالتالي بيقدر يعمل ماتش كويس جدا. انما انت النهارده انا كمدير فني طالع الجيش ما اقدرش العب بالنادي الاهلي حتى وان كانت قدراتي وامكانياتي الى حد ما تسمح. لازم اقفل الجيم على لعيبه النادي الاهلي واستغل السرعات اللي موجوده في الحته اللي قدام. جميل جميل. يعني كابتن اسامه خلينا نشوف شكل الاهلي الهجومي وشكل التكمله العدديه او الزياده العدديه الهجوميه، ودي اللي احنا كنا بنعاني فيها في المباراه اللي فاتت. كان لسه كابتن ابراهيم بيقول ان مروان مشكلته ان هو بقى لوحده، مش مفيش زياده عدديه بتكمل معاه. انت عندك النهارده محمد هاني بيكمل كويس قوي، عنده التكمله الهجوميه كويسه جدا. ايمن اشرف يعني على استحياء شويه. عندك شريف عنده سرعات، الشيخ عنده سرعه ومهاره، شريف برده عنده سرعه ومهاره. هل تفتكر ان الكلام ده كله ممكن يساعد ناصر ماهر ان هو يعمل السترو باس، ممكن يعمل التكمله ايضا ورا مروان؟ ممكن تلاقي كثافه عدديه النهارده كبيره جدا في 18 او في نص ملعب او النص او النص الدفاعي لملعب طلائع الجيش. ده مش نتوقع، ده المفروض ده اللي كسبنا المباراه اللي فاتت. النهارده في الهدف الاولاني اللي عملها وليد سليمان كره طويله زحلقها مروان محسن كان وراه، لو احنا شفنا الهدف والهدف معانا قدامك يعني. بص النهارده مروان محسن زحلق وراه وليد ازارو، يا سلام عليك يا صمغه واحمد الشيخ. هي دي التكمله. النهارده الكره بتعدي العارضه الاولى، تلاقي واحد في النص، تلاقي واحد على البعيده. لازم التكمله دي، لازم النهارده نشوف محمد شريف يدخل. بص شاف التوزيع النموذجي، عدت وليد ازارو لقيت احمد الشيخ. التكمله حلوه حلوه، التوزيع النموذجي هم مش كتير بس متوزعين حتى صح. خلي بالك في الهدف الثاني والكره ركنيه هتلاقي في كثافه برضه في 18. الانتشار مهم جدا، يعني ما ينفعش ان انا الاقي احمد الشيخ على طول على الخط بره. محمد شريف شاف في الهدف هنا برضه واحد واخد العارضه الاولى، واحد في ظهره، واحد واخد البعيده، واحد قافل بره. الانتشار ده الانتشار كويس. تمام. ده خلي بالك ده في كره ثابته، لازم في كره ثابته كره متحركه لازم الاقي الكثافه دايما العدديه. ما ينفعش زي ما بقول لك الاقي محمد شريف دايما فاتح الخط ولا احمد الشيخ فاتح الخط، حتى فتحته على الخط هتقفل على محمد هاني، هتقفل على ايمن اشرف. انا عايز النهارده محمد ايمن اشرف ومحمد هاني لازم يبقى ليهم برضه زياده عدديه، ما ينفعش ايمن اشرف يستلم دايما من تحت واحنا بنحضر. كويس قوي. تمام. بدا يعملها، هو اول ما لعب باك ليفت كان دايما يستلمه من تحت من عند المساكين من تحت على خط متساوي او متقدم عندهم مثلا باثنين ثلاثه لا لازم اللي كانت بتميز علي معلول اول ما كان السوليه بيستلم او هشام محمد او حسام عاشور كان دايما بتلاقيه قاطع في مساحه بيستلم قدام، ودايما يعني مطلوب من ايمن اشرف لازم الكروس باص يبقى فيه دقه شويه، لازم يروح لواحد يعني ما اعملهاش وخلاص. دي مهمه جدا. محمد هاني نفس الكلام برضو، احمد الشيخ لازم يشتغل لجوه عشان يدي مساحه لمحمد هاني انه يتحرك دايما. هو احمد الشيخ اصلا بيحب يلعب لجوه. خطوره كمان النادي الاهلي ان دايما بيبقى فيه تنوع في الهجمات. لما بتلاقي العمق مقفول عن طريق ناصر ماهر ومروان محسن والناس مقفله في القلب بتبدا تشتغل على الاطراف، يبقى لازم عندك تنوع، لازم يبقى عندك حلول فرديه. النهارده ممكن تلاقي كل واحد مان تو مان وتلاقي الناس في رقابه جامده جدا، لازم بقى حل فردي. المهاره بقى محمد شريف ممكن اعدي، احمد الشيخ عنده المهاره ممكن اعدي. التكمله وزي ما قلت لك يعني نقطه ضعف بتاع الجيش دايما الكرات العرضيه سواء ثابته او متحركه لازم نستغلها النهارده. لازم نشوف يعني
كروسات كتير من ايمن اشرف، من محمد هاني، لازم يبقى عندك الزياده. اشوف ناصر ماهر داخل، لازم اشوف عمرو السوليه داخل ال 18، كريم ندفت قافل على 18 بره. ده كل الكلام ده اللي هيميز النادي الاهلي النهارده ان شاء الله لو اتعمل. البدايه مهمه جدا النهارده بدايه المباراه، لازم الضغط العالي في كل مكان فيه الكوره، لازم النهارده الضغط العالي. تاني حاجه الاستحواذ بقى والسيطره على الكوره في نص الملعب، ده ثلاث حاجات ده كتير بيميزوا دايما النادي الاهلي. تمام. الضغط في اي مكان، الاستحواذ، هما دول كانوا متواجدين في مباراه الجونه. علشان كده قلت لك واحنا خسرانين واحنا قاعدين بنتفرج عارفين النادي الاهلي هيرجع في اي وقت. تمام. هو ما توقعنا ان هم هيلعبوا زون في البدايه. هو ده سؤالي ليك. ما بقول لك مع توقعنا لازم تتنوع الهجمات، سواء زي ما بيقول الكابتن اسامه، لازم تتنوع الهجمات سواء عن طريق الاطراف او عن طريق المهارات الفرديه، لازم يبقى فيه حلول فرديه. وانا شايف ان عمرو السوليه الحقيقه اداؤه دلوقتي مش زي ما كان في البدايه مع النادي الاهلي. بيستغل دلوقتي تقدمه في الثلث الاخراني الهجومي، واحرز هزام في الثلث الاخراني. نفس الكلام كريم نيدفيد برضه، تكمله لكلام الكباتن العظام اللي معانا، بيكمل كويس قوي وعنده مهارات التصويب كويسه قوي. فلازم واحد منهم يكمل واحد يستنى، واحد منهم يكمل. فانا بقول حته تنوع الهجمات مهم جدا جدا عشان ما يقدرش حته برضه غلق المساحات اللي الكابتن عليها الكابتن احمد. الحقيقه الفرقه اللي بتلعب قدامنا بتقلل المساحات اللي احنا بنلعب فيها، وبالتالي بتقلل فرصنا في اللعب. فكل ما يبقى التمرير بسرعه اكتر، كل ما نسد عليهم ان هم يقدروا يضغطوا علينا بسرعه اكتر. تمام. كل ما يبقى اللعب اسرع، كل ما هنقدر باذن الله ان شاء الله نسجل بطريقه اسرع. تمام. وكلام حضرتك المتنفس الوحيد للفرقه اللي بتواجه النادي الاهلي ايا كان اسمها ايه، بيبقى زي ما قال بلال واسامه، المتنفس الوحيد بتاعها هو الكاونتر اتاك. كاونتر اتاك. وبالرغم من كده بيجي فينا اهداف باخطاء اكيد غير مقصوده. ايه المطلوب من هو بس حته التركيز، حته التركيز بس في الناحيه الدفاعيه. يعني واحنا بنكثف من الناحيه الهجوميه، لان طبعا احنا بنلعب على 3 بونت كل الماتشات، كل ماتشاتنا كاس دلوقتي. فلازم المدافعين يبقوا في رقابه مشدده جدا، واحد ماسك وواحد متاخر بصوره جيده، عشان نتجنب الهجمات المضاده اللي ممكن تصيبنا باهداف. اكيد. يعني اكيد مباراه مهمه ومباراه صعبه، هسيب حضراتكم تتفرجوا عليها وترجعوا لنا بعد هذه المباراه. اكيد هيبقى عندنا كلام كتير جدا مع نجوم استوديو التحليل هنتكلم فيه بعد هذه المباراه، ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. وبارك لكم بعد هذه المباراه ان شاء الله.